بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير، بيت كل الأهلوية وبيت كل الناس. سيظل دائما النادي الأهلي قلعة الرياضة والوطنية، سيظل الأهلي منظومة رياضية متكاملة، سيظل الأهلي منظومة احترافية. الأهلي هو فخر لكل الأهلوية، الأهلي كيان عظيم برموزه وجمهوره و كل الجماهير العظيمة العاشقة للكيان، جماهيره السند واللاعب رقم واحد، جماهيره هي سر بطولاته، فالأهلي هو عشق السنين ومصدر الإلهام والسعادة، شعاره دائما تاريخ مبادئ وتطوير. تمر الأيام ويبقى دائما الأهلي فوق الجميع. هي الناس بتحب كرة القدم ليه؟ الناس بتحب كرة القدم، ناس في العالم كله بتحب ليه لعبة كرة القدم هي اللعبة الأولى في العالم؟ لأنه دايما هناك بعض القرارات اللي دايما ما تثير الجدل، وهناك بعض القرارات اللي تخليك تبقى واقف متضايق، إن إزاي في كرة القدم والمفروض أن الرياضة أخلاق، من المفترض أن الرياضة أخلاق، وإنه الرياضة بتعتمد على مبدأ العدالة، العدالة ما بين كل الرياضيين المتنافسين، العدالة ما بين كل حد بيتنافس، دايما بيبقى في حكم، فالحكم ده دايما بيكون هو مصدر العدالة لأي نادي لأي رياضة في العالم كله، فما بالك بكرة القدم. كرة القدم معشوقة الجماهير، كل الجماهير بتحب كرة القدم وبتحب كل واحد بيحب فريقه بطريقته. فدايما لما بتبقى في مباراة ما بين سين وصاد، لازم بيبقى في طرف ثالث محايد ليس له أي شيء إلا تحقيق العدالة في ملعب كرة القدم، ما عندوش أي أسباب أخرى أو ما عندوش أي ميول أخرى لأي حد، كل اللي هو عايزه ان هو الطرف الثالث ده لو بيبقى دايما لابس اسود، الحكم يعني حكم المباراه، مش عايز حاجه من الدنيا غير المفروض يعني، او اللي احنا نفهمه كده ان هو يحقق العداله ما بين الفرق المتنافسه. طيب لما تلعب دوري ودوري عام ما بين 18 فريق، ال 18 فريق بيساعدوك من اول رئيس اي نادي لغايه اصغر عامل في اي نادي بيساعده، او هم دول اللي جوه المنظومه، لكن اهم حاجة في المنظومة دي هي التحكيم. وكلنا كأهلوية، خلينا نتكلم كأهلوية، كنا مبسوطين وسعداء بوجود رئيس لجنة حكام زي كلاتنبرج، رجل أو قول زي ما أنت عايز تقول عليه، أي مسمى حضرتك عايز تقوله قوله، ولكن كلاتنبرج إحنا كلنا كأهلوية كنا مبسوطين، أو معظم الأهلوية كانوا مبسوطين بهذه التجربة. ليه؟ لأن الراجل ده ما يعرفش الأحمر، ما يعرفش الأبيض، ما يعرفش الأصفر، ما يعرفش الأخضر، ما يعرفش حاجة، ما يعرفش ألوان، كل اللي هو عايزه، وهو تعاقد مع اتحاد كرة القدم على شيء واحد فقط، وهو تطوير التحكيم في مصر. فكلنا كنا سعداء، وفي بعض الاوقات كنا بننتقد كلاتنبرج في بعض الامور اللي كان بيعملها، ان هو مسافر بره على طول والكلام ده كله، ولكن بيني وبين حضرتك العمليه تمت بنجاح. ايه العمليه اللي تمت بنجاح؟ كلاتنبرج مشي، وبالتالي اصبحت الامور تدار زي ما حضرتك شايف كده، ان في حكم يشوف ركله جزاء وما يحسبهاش حتى لو هشوفها في الفار. ده وجهة نظر أنا، دي وجهة نظري مش بعيدا عن أي حد. ففي كرة ممكن حكم نقول إن هي لا ركلة جزاء، لا مش ركلة جزاء، لا ممكن تتحسب، لا ممكن ما تتحسبش، ولكن في ضربات جزاء واضحة وضوح الشمس لا يمكن الكلام عليها، زي اللي حضرتك شايفها دي، الصورة تتكلم. في بعض الحاجات دي يقول لك ايه الصوره بتتكلم، اهي الصوره بتتكلم. انا اسف يا سمير، معلش انا هطلع بره القصه دي خالص والبتاع، هو ده مين دايس على رجل مين يا جماعه هنا في الكره دي في الحته دي الجزء ده كده، مين دايس على رجل مين؟ هي معلش ما فيش اضاءه وما فيش مش عارف ايه والكلام ده، لكن هنا
هو مين دايس على رجل مين؟ بغض النظر والله العظيم ثلاثة، بغض النظر عن الألوان وبغض النظر عن مين لابس أزرق ومين لابس أبيض، لكن هو كابتن إبراهيم شاف الكرة دي إزاي؟ وكابتن إبراهيم إزاي لم يحتسب ركلة الجزاء للي عليه اللي عمل الكرة دي؟ والله أنا هنا لا أتكلم لأي غرض غير تطوير التحكيم. تحكيم إيه اللي يتطور؟ المفروض بقى اللي قاعد قدامي دلوقتي بيتفرج يقول لي تحكيم اللي بيتطور. هو في بعض الصور تحس كده ان هي بتتكلم معاك، تقول لك ايه؟ احسبني ضرب الجزاء علشان تكبر قدام الناس. او يبان ان في تطوير في التحكيم، لكن الكرة دي بتقول لك ايه؟ انا احسبني ركلة الجزاء. لان الكرة ركلة الجزاء واضحة. كابتن ابراهيم ما شافهاش او خد قرار مختلف. انا الحقيقه اتمنى ان انا اوصل للكابتن ابراهيم، والله العظيم انا بس نفسي اعرف لماذا لم يحتسب كابتن ابراهيم نور الدين دي ركله جزاء. وعلى الجانب الاخر، على الجانب الاخر صوره تانية هوريها لحضرتك. انا بتكلم بالصور مش بتكلم بالكلام. دي حضرتك تم احتسابها ركله جزاء. الكره اللي امام حضرتك دي، هي دي دماغه ولا ايده يا جماعه؟ دي دماغه صح؟ ماشي، دي تم احتسابها ركلة جزاء بغض النظر ضاعت ولا ما ضاعتش. عشان كده انا بقول لك انا مش فارق معايا لون التيشيرت، انا فارق معايا هو انت ازاي يا كابتن ابراهيم الكره الاولانيه دي لم تحتسبها ركلة جزاء لصالح اي من الفريقين والكره دي احتسبتها؟ مش فاهم. حد يفهمني، حد يقول لي يا اسلام انت كلامك كله غلط في غلط. حد يقول لي ان لا فيها شك. هات لي الواحد الاولانيه يا سمير اللي هي الصوره اللي بتتكلم. هنسمي الاولانيه الصوره اللي بتتكلم. الصوره اللي بتتكلم دي بتقول ركله جزاء واضحه وصريحه. ليه يا كابتن ابراهيم ما احتسبتهاش؟ على الرغم من حكم الفار جالك او استدعاك وقال لك يا كابتن ابراهيم تعالى بص على الكوره. اتمنى في يوم من الايام لما قابل كابتن ابراهيم نور الدين او اكلمه في التليفون او لو اي حد في مصر له علاقه بكابتن ابراهيم نور الدين يكلمه يقول له يا كابتن انا بس عايز اعرف ايه وجهه نظر يا سمير. هات الكوره دي وخلي الكوره دي، انا ما تجيبليش انا، خلينا مع الكوره انا والكوره يعني. انا عايز بس حد في مصر يكلم كابتن ابراهيم نور الدين ويساله سؤال ازاي او لماذا يمكن يكون عنده رد مقنع لينا اقدر اطلع اقوله لحضراتكم. يا جماعه بعد اذنكم انا بقول على الهوا اهو، حاولوا تكلموا كابتن ابراهيم نور الدين. مجموعه او استاذ محمود سعيد وبقيه المجموعه اللي موجوده كرئيس تحرير ومجموعه الاعداد اللي موجوده، من فضل حضراتكم كلموا كابتن ابراهيم نور الدين واسالوه السؤال اللي انا بساله ده. قولوا له كابتن اسلام بيسالك، ولو ينفع تخش معايا على الهوا تقول لي انا يمكن ما يعني مش واخد بالي من حاجه معينه، حاجه اي حاجه، مش شايف الكوره صح، يمكن يمكن ما يمكن مش شايفها صح. نفسي اسال كابتن ابراهيم نور الدين مره 900 اهو، لماذا لم يتم احتساب الكوره دي يا كابتن ابراهيم ركله جزاء؟ بس مش هقول اكتر من كده. الكوره الثانيه احتسبتها على اي اساس؟ هتقولي كابتن ناصر عباس يعني يا جماعه استاذ محمود سعيد بعد اذنك كلم كابتن زي ما انا بقولك كده، له الحق الرد في كل اللي انا بقوله ده. ما عنديش مشكله ان هو يخش معايا، وما عنديش مشكله ان هو ان حضرتك تساله تقول له كابتن اسلام على الهوا دلوقتي وبيقولك هي الكوره دي يمكن يقول لي حاجه انا مش فاهمها او مش شايفها. لغايه لما يحصل كده هتقولي كابتن ناصر عباس اساله، يمكن انا ما بفهمش في قانون الحكام او في قانون التحكيم، فنجيب خبير من خبراء التحكيم اللي بيتكلم بحياديه. هو بيشتغل معانا في قناه الاهلي طبعا، ولكن هو بيتكلم بحياديه دائما، لانه كلنا يهمنا في النهايه ايه. هو الحمد لله والشكر لله النادي الاهلي هو الاول على الدوري حتى هذه اللحظه،
النادي الاهلي فاضل له 3 ماتشات، لو كسبهم هيبقى بعيد عن اقرب منافسيه بكتير. لكن انا بتكلم في تطوير التحكيم، كيف يمكن ان يتم تطوير التحكيم اذا احتسبت هذه اللعبه ركله جزاء ولم تحتسب اللعبه اللي فاتت ركله جزاء؟ اهي يعني دي يا جماعه رجل الحمراء، رجل لاعب اللي لابس جزمه حمراء على رجل اللاعب اللي لابس الجزمه السوداء دي ولا الزرقاء، ولم يتم احتسابها ركله جزاء. معلش هاتها التانية، رغم ان هو رجع للفار طبعا. هات لي التانية معلش. الكرة اللي حضرتك شايفها دي احتسبت ركلة جزاء. طيب كان نفسي يكون، طب كلمت كابتن ابراهيم نور الدين؟ مش عارفين نوصل له؟ طب حاولوا توصلوا له لغاية لما نوصل، لأنه من حقه ان هو يرد على كل كلمة أنا قلتها. فنروح لكابتن ناصر عباس أسأله. مساء الخير يا كابتن ناصر. تحياتي كابتن اسلام، تحياتي كل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. كابتن بعد اذنك، لو في اي حاجه على الكره اللي انا بتكلم عنها دي، مش دي، هات الثانيه، هات الاولانيه دي. هل حضرتك لو مكان كابتن او يعني انت اللي بتحكم هذه المباراه، هل ستحتسب هذه الكره اللي امام حضرتك قدامك الشاشه بتاعتنا ولا لا؟ قدامي كابتن اسلام. طب الكره اللي قدام حضرتك دي هل بيتم احتسابها ركله جزاء ولا لا؟ قبل اي بس يعني عايز حضرتك تقول لي ولا لا. انت قصدك على الفوتو فوت؟ مش سامع يا كابتن، معلش بتقول ايه؟ اللي قدامي يا كابتن اسلام، اللي قدامك قدامي هنا. اولا دي ركله جزاء صحيحه بنسبه 100%. طيب كابتن ناصر، لو حضرتك شايف ان دي مش ركله جزاء، انا عارف طبعا ان حضرتك كده كده بتقول اللي انت عايزه، لكن كابتن ناصر لو حضرتك شايف ان الكره دي ليست ركله جزاء، من فضل حضرتك قول ان هي مش ركله جزاء. لا كابتن اسلام، انا هقول ليه ركله جزاء يا كابتن اسلام. احنا عندنا صوره، والصوره دي بتتحلل، الصوره بتحكي عن نفسها. خلينا نكون عندنا مصداقيه ونحلل الصوره كابتن اسلام. اتفضل. وهقول لك ايه اللي حصل في هذه الحاله. اتفضل. ولكن عندنا هنا الكرة مشتركة ما بين حسام حسن لاعب نادي سموحة والمدافع اللي هو محمد عبد الغني مدافع نادي الزمالك. نمرة واحد، هنا حسام حسن وصل للكرة قبل محمد عبد الغني ونجح في لعب الكرة يا كابتن اسلام. نعم. طيب ايه اللي حصل بعد كده؟ انا بعد كده محمد عبد الغني تقديره للعب الكرة لم ينجح في لعب الكرة، وبالتالي حصل دهسة على الوش القدم او المشط القدم بتاع حسام حسن، وبالتالي دي مخالفه واضحه جدا جدا. تفاصيلها هو ممكن ما يشوفهاش، اوكي، ولكن عندنا حكم الفار المتميز مصطفى مدحت. نعم، حكم فار شاطر جدا جدا جدا. كابتن اسلام، انا النهارده بقول هنا في مخالفه دهس على القدم حسام حسن، ومخالفه واضحه جدا. لو انا ما شفتش في الملعب بروح للفار اشوف. نعم، هنا الفار استدعى الحكم، وبالتالي هي طبقا للبروتوكول انا بجيب الحكم عشان يغير القرار اللي هو خده في الملعب. هو هنا ابراهيم ما حسبش ركله الجزاء، وبالتالي هنا الفار جابه عشان يقول له ان هنا في مخالفه، والمخالفه واضحه فوت ان فوت او دهس على مشط او وش. طيب. القدم لعب. انا قبل ما اسيب الحاله دي يا كابتن، الحاله دي انا عارف ان حضرتك دائما عندك تواصل مع عدد كبير مع الحكام، مش هقول اسماء، لكن عندك عدد تواصل مع عدد كبير جدا من الحكام اللي موجودين في مصر، سواء اللي كانوا موجودين او اللي بطلوا يعني تحكيم. هل حضرتك حد من اللي تواصلت معاهم قال ان هذه الكره ليست ركله جزاء؟ كابتن، يعني عاوز اقول الغالبيه كلها اكدت ان هنا في ركله جزاء صحيحه، واللعبه واضحه يا كابتن اسلام، مش محتاجه اختلاف في الراي زي ما قلت حضرتك. طب هقول لك على حاجه ثانيه يا كابتن اسلام. طب معلش يا كابتن، قبل ما تقول لي حاجه خاصه باللعبه دي. هي باللعبه. طيب. دي برضك ثاني. طيب قبل اللعبه دي انا بس عايز اسالك سؤال. طيب من راي حضرتك كرجل خبير كبير وراجل محاضر افريقي ومحاضر مصري ودولي وكل حاجه، من رأيك لماذا لم يحتسب كابتن إبراهيم نور الدين هذه الكرة ركلة جزاء بالقانون، يعني قانونا؟ كابتن إسلام، أنا مش عاوز أجتهد، لأن يسأل هذا السؤال هو حكم المباراة، يسأل لماذا لم يحتسب هذه الحالة الواضحة ركلة جزاء. وأنا بقول لأن كثير من المحللين أكدوا أن هنا
مش انا بس اللي قلت كابتن اسامه على فكره ان دي ركله جزاء، كل المحللين او غالبيه المحللين اكدوا ان هنا في ركله جزاء واضحه جدا جدا لصالح سموحه. طب هل حضرتك ليك تواصل مع كابتن ابراهيم نور الدين؟ طبعا انا ليا تواصل مع كل الحكومه. طيب اتمنى ان حضرتك لو كلمته النهارده بكره، انا طبعا اتمنى، انا بحاول معاه لانه حقه ان انا كل الكلام اللي انا بقوله ده ممكن يكون هو عنده وجهه نظر يقولها لنا. فانا بقول اهو يا جماعه كابتن ابراهيم لو حضرتك سامعني او هيوصلك الكلام لغايه الساعه واحدة واحدة ونص، احنا قاعدين النهارده شويه، من حق حضرتك تخش وترد على كل الكلام اللي انا قلته ده، يمكن يكون عندك وجهه نظر مختلفه بالنسبه لهذه. اسمح لي اسمح لي تاني معلش. اتفضل. هفترض افتراض، هقول حاجه جميله جدا جدا. هنقول ان الحكم ممكن يقول مثلا ان محمد عبد الغني نجح في لعب الكوره. اوكي. ماشي. طيب. لا هو ما لمس الكوره كابتن محمد عبد الغني، ما لمس. انا بقول لك انا هفترض احنا بنقول هفترض، مجرد افتراض بس. اوكي. حتى لو لمس الكوره كابتن اسلام، وبعد ما لمس الكوره حصل بحث، دي حركه ثانيه اضافيه يعاقب عليها اللاعب المدافع. سواء بقى نجح او ما نجحش، في الحالتين ركله جزاء لم تحتسب بسموح. اوكي. عشان بس طيب. البعض يمكن يقول ده اللاعب نجح في لعب الكره وبالتالي مش هيعاقب. لا يا كابتن، انا بعاقبك على المخالفه حتى لو انت لعبت الكوره حصل فيه دهس على قدم حسام حسن، وبالتالي ركله جزاء يا كابتن. طيب. الاسلام واضحه جدا. اللعبه الثانيه يا كابتن ناصر، اللعبه الثانيه، هل حضرتك شايف، وقول برضو يعني بمنتهى الوضوح، هذه اللعبه هل هي ركله جزاء ولا لا؟ طيب كابتن، انا هنا الفار جاب الحكم تاني يا كابتن اسلام، وهنا الفار لما بيجيب صوره واضحه للحكم عشان يبقى في قناعه للحكم. طبعا احنا اللي قدامنا صوره، انا الحقيقه ما اتفرجتش على الماتش، غير اتفرجت على الفيديو طبعا، لكن ما اتفرجتش على الماتش كاملا يعني. بالظبط. الصوره اللي جت لحكم الميدان، واحنا هنا بنقول ان البروتوكول بيقول ايه يا كابتن اسلام؟ الحكم الفار عندما يشاهد الصوره وهيغير كان الحكم، بيستدعي الحكم عشان يجي يشوف المخالفة بنفسه، وبيجيب له أفضل صورة وأفضل زاوية رؤية عشان يقول القرار رأيه قراره يعني. قراره. هنا إبراهيم في موقف جيد جدا جدا، شايف كويس قوي قوي. ربما اختلط عليه الأمر إن هي الكرة جت في الإيد ثم في الرأس مثلا، وبالتالي هو حسب ركلة الجزاء خلاص تمام. لا حضرتك، حضرتك من الوهلة الأولى شايفها كابتن ناصر عباس، مش كابتن إبراهيم نور الدين، كابتن ناصر عباس، حضرتك شايف ان دي ركله جزاء ولا لا؟ كابتن ما انا قلت دي ركله جزاء في الاول، ركله جزاء ما فيش، انا بحلل اللعبه. ركله جزاء يعني؟ ركله جزاء، ركله جزاء، هو حسب ركله جزاء ابراهيم. لا انا ما بقولش كابتن ابراهيم، انا بقول كابتن ناصر عباس. لا حضرتك، لا ما فيش ركله جزاء يا كابتن اسلام، فين ركله الجزاء؟ مش موجوده اصلا ركله الجزاء. هنا الكره تصطدم بالراس وليس بالايد يا كابتن اسلام. ايوه لا انا يمكن انا بس عايز اعرف رايك، انا ما بقولش حاجه، انا بس عايز اعرف راي حضرتك. هل في الاول لما كابتن ناصر عباس وهو قاعد بيتفرج على هذه المباراه شاف ان دي ركله جزاء ولا لا؟ بس كابتن ما فيش هنا ركله جزاء، هو انا بقول ابراهيم هنا حسب ابراهيم، حسب على حسب رؤيته، ربما تخيل ان الكره جت في الايد ماشي، انت شفتها كده في الملعب. انا الحقيقه كابتن ناصر شايف حكم الفار. اتفضل اتفضل. ايه رايك يا كابتن ابراهيم؟ يعني برضك هنا الفار هنا بيصحح الخطا تمام، وجاب لك افضل زاويه لهذه الحاله، الكره لم تصطدم بالايد والكره تصطدم بالراس، وهنا مفيش مخالفه تماما. طيب للمس الكره بالايد. انت عارف انا الصوره اللي يعني، بما ان حضرتك فاتح قناه الاهلي، الصوره اللي قدامي دي اهم حاجه في الصوره دي عارف ايه؟ وجهه نظر انا، مش الكره اللي على دماغ اللاعب ولا الاثنين لعيبه الزمالك اللي واقفين، اهم حاجه بالنسبه لي في هذه الصوره هو موقف كابتن ابراهيم نور الدين و ووقوفه قدام الكوره، ان هو شايف اللي بيحصل 100%. صح؟ انا قلت كابتن اسلام حاجه قبل ما اشرح، قلت ان تمركز ابراهيم نور الدين في هذه الحاله نموذجي، يعني ايه؟ يعني هو في المكان الصحيح. اوكي. ولديه زاويه الرؤيه الواضحه جدا جدا ان هو يشوف المخالفه بشكل جيد. طيب انت ما قدرتش يا كابتن ابراهيم، وانت حسيت ان هي جت في الايد، الراجل جابك تاني. مصطفى مدحت، انا بقول النهارده هو نجم اللقاء النهارده مصطفى مدحت يا كابتن اسلام. نعم. وحكم الفيديو، لان هو كان عنده الشجاعه يجيب الحكم في الدقيقه الاولى ثم بعدها يجيب الحكم ثاني، وده حكم دولي كبير. خلي بالك لعبه اللعبه الاولى ركله جزاء فتحه لم تحتسب لحسام حسن لاعب نادي سموحه، الدهس واضح جدا جدا والفار جابك يا ابراهيم،
وزي ما قلت لو عندك تفسير تاني حتى يا ابراهيم كلمني انا، قول لي يمكن انت شفت حاجه احنا ما شفناهاش. اوكي. اللعبه الثانيه كانت الاسلام وركله الجزاء، لم يعني يعني عاوز اقول ان هي ما فيش فيها اي جدال، الكره تذهب الى الراس وبالتالي هنا يستمر اللعب، وكان القرار الفار هنا كان استعاد الحكم للفار. طيب كان استدعاء صحيح. اذا قرار خاطئ من كابتن ابراهيم نور الدين في عدم احتساب ركله الجزاء لنادي سموحه، وقرار خاطئ لكابتن ابراهيم نور الدين في احتساب ركله الجزاء لنادي الزمالك. كلامي كده مظبوط؟ من وجهه نظرنا احنا ومن وجهه نظر حضرتك. طيب هل ده كابتن خلاص تمام احنا كده الدنيا واضحه امام كل الناس ان هناك خطا من وجهه نظر كابتن ناصر عباس في هذا الامر؟ واضحه مش محتاجه مش كابتن ناصر عباس بس، ولكن اعتقد ان 90 ان لم يكن 100% من المتابعين لكره القدم او المتابعين للتحكيم شايفين ان الاولانيه ركله جزاء وان دي مش ركله جزاء، لان هذه هي الحقيقه الواضحه. دي اول حاجه. تاني حاجه كابتن ناصر، هل انا بس بسال، هل كابتن ناصر حضرتك شايف ان هذه الاخطاء بسبب رحيل كلاتنبرج، او انه المخطط اللي كان معمول لرحيل كلاتنبرج حصل وبالتالي بدات هذه الاخطاء ان تحدث؟ شوف كابتن اسلام هتكلم في نقطه مهمه جدا جدا. اتفضل. وهنا المشكله لما مشي كلاتنبرج، يعني انا بتكلم معاك بوضوح وبكل شفافيه يا كابتن. طبعا طبعا. لابد ان يكون هناك مسؤول. مسؤول بمعنى ايه؟ مسؤول اتحاد الكره يطلع يقول فلان هو مسؤول في الفتره اللي جايه ديت كرئيس لجنه حكام، وليس قائم باعمال وليس نائب رئيس لجنه حكام. دي نمره واحد. نعم. طيب اتحاد الكره لو في البيان يا كابتن اسلام احنا بنتكلم كلام يعني اتحاد الكره هو اللي قال مش احنا اللي قلنا. اتحاد الكره لما قبل استقاله كلاتنبرج في نفس البيان قال ان في تفاوض خلال 48 ساعه مع خبير اجنبي يكون موجود عشان يحل محل. هو قصده 480 ساعه مش 4 مش 8. احنا بقى بنسال سؤال يا كابتن اسلام من خلال البرنامج، واحنا بنتكلم كلام محترم جدا جدا جدا. انت الاتحاد الكره لما طلع البيان قال ان في خلال 48 ساعه خبير هيكون موجود. قول لي بالله عليك احنا النهارده بقى لنا قد ايه من ساعه ما كلاتنبرج مشي لحد دلوقتي؟ لا هو يمكن نسوا يحطوا الصفر. يمكن نسوا يحطوا الصفر، يعني يمكن قصدهم 480 ساعه. احنا بقى لنا فتره طويله ما فيش فتره طويله حتى جدا ما ان احنا حتى وفي تفاوض مع حد، ولكن هذه الفتره يا كابتن اسلام مهمه جدا جدا جدا. احنا بنتكلم في وقت توقيت المسابقه سواء كان على سلم الترتيب او على الهبوط. كابتن ناصر انا بس هقول لحضرتك حاجه وده رساله مني لو سمحت. انا عارف ان حضرتك لك علاقه جيده بالكل والكل بيحترم كابتن ناصر عباس. كابتن ناصر من فضلك لو، لان انا بحاول اوصل لكابتن ابراهيم نور الدين لكن موبايله مقفول، فلو حضرتك وصلت له لو سمحت حتى لو هو مش هينفع يطلع يتكلم فيقول لك حتى ايه وجهه النظر في عدم احتساب ركله الجزاء الاولى واحتساب ركله الجزاء الثانيه، وحضرتك تقول لنا المسج على لسانك لو ينفع. اتمنى، لانه من حقنا من حقنا ان احنا نعرف هي ليه الكره دي ما اتحسبتش والكره دي اتحسبت. مش عشان اهلي، مش عشان اهلي وزمالك وسموحه ومش عارف، لا عشان، طب ما هو انا ممكن يجي في مباراه الاهلي واي فريق اخر يحصل كده نفس اللعبه كده وما تتحسبش. بالظبط كده. فيمكن يكون في قاعده كابتن ابراهيم عارفها يقول لنا عليها عشان نبقى واخدين بالنا بعد كده منها. فلو سمحت دي يعني اتمنى ان حضرتك تكلمه وتقول له، لانه انا بحاول اكلمه من تليفوني قبل ما اخش، تليفونه فعلا كان مقفول. ودلوقتي الاصدقاء بيقولوا لي، زمايلي يعني بيقولوا لي، محمود سعيد وبقيه الزملاء بيقولوا لي انه الكابتن ابراهيم تليفونه مقفول. فلو سمحت يا كابتن ناصر لو حضرتك عملت كده وقدرت توصل له انا النهارده او بكره او بعده، يا ريت حضرتك تقول لي لماذا لم يحتسب كابتن ابراهيم نور الدين ركله الجزاء الاولى واحتسب ركله الجزاء الثانيه، حبا في كابتن ابراهيم مش حاجه تانية على فكره، لانه انا بس محتاج اعرف وجمهور الاهلي محتاج يعرف. تمام يا كابتن ناصر؟ تمام يا كابتن اسلام. حاضر حاضر يا كابتن. ربنا يخليك يا كابتن مصر، متشكر جدا. انا عارف ان احنا بنتعبك معانا وان احنا بندخلك في مشاكلنا. لا. ولكن يعني والله يا كابتن اسلام عاوز اقول لك على حاجه مهمه جدا. ابراهيم انت حكم دولي كبير، الشرط الدوليه اللي انت يعني بتحملها ديت بتحملك مسؤوليه كبيره يا ابراهيم. يعني انا بقول ان دايما الحكم بيحب نفسه يا كابتن اسلام.
دايما احب نفسي واكون اناني جدا جدا جدا. وده المفروض يعني كحكم دولي انت تمثل دوله كبيره مصر في الاتحاد المصري والاتحاد الافريقي والدولي. اعتقد ابراهيم انت ليك من الخبرات انك انت يعني تكون عندك القدره على انك انت تقود هذه المباريات. نتمنى ان شاء الله، نتمنى ان الامور دي يا كابتن يعني تبقى يعني تمشي الى العداله، لان احنا محتاجين فعلا بالظبط كده التحكيم المصري يكون في مصاف التحكيم الدولي يا كابتن. بشكرك جدا يا كابتن ناصر، وانا اسف ان انا ازعجت حضرتك في وقت يعني انا عارف ان هو، لكن الواحد الحقيقه يهمه ان شكل التحكيم المصري ان يظهر بشكل جيد. ده اللي انا نفسي اشوفه، وده اللي انا نفسي اتمناه خلال الفتره الجايه، لانه في الاخر هيعود على النادي الاهلي. ما هو هيجي يوم ممكن كابتن ابراهيم يحكم المباراه اللي جايه اللي بعدها اللي بعدها ما اعرفش، يحكم مباراه للاهلي ما بين الاهلي واكس من الفرق، وتيجي كره زي دي لصالح النادي الاهلي ما يحسبهاش، فيبقى عندي اطلع اقول لجمهور الاهلي مثلا يا جماعه والله الكابتن ابراهيم ما حسبش دي زي ما حسبش اللي مثلا في بتاعه مباراه كذا كذا كذا. لكن الحقيقه ده ما بيحصلش. فاتمنى ان شاء الله كابتن ناصر يحاول يجيب لنا الرد، عشان ده حق كابتن ابراهيم علينا ان احنا نعمل هذا الامر. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل هنرجع بقى نتكلم عن المباريات الإفريقية القادمة للنادي الأهلي. الحقيقة النادي الأهلي كيان كبير كلنا بنتشرف به في جميع المحافل، سواء المحلية أو الإفريقية أو العالمية، عشان كده دايما بنقول الحمد لله على نعمة الأهلي. طبعا زي ما حضراتكم عارفين أن البطل بيدخل بطولة ورا بطولة، مفيش وقت للراحة. رجعنا من كأس العالم للأندية في المغرب، خلاص كل التفكير في القادم. القادم هو مواجهة الهلال السوداني إن شاء الله يوم السبت، مواجهة صعبة ليست بالمواجهة السهلة. مجموعة احنا هنواجه الهلال السوداني في مرحلة دور المجموعات، وهي مرحلة الجد للبطولة الإفريقية. انطلاقة النادي الأهلي في البطولة الإفريقية من المفترض انها هتكون رسالة قوية لكل المنافسين في البطولة، ان احنا موجودين، ان احنا عايزين هذه البطولة ومصممين على استعادة اللقب الافريقي والعودة مرة اخرى الى كأس العالم للأندية، لانه البطولة في الموسم الاخير سلبت من النادي الاهلي في ظروف زي ما حضراتكم عارفينها. مواجهة الهلال يمكن الكل يعلم أن مواجهة النادي الأهلي مع نادي الهلال السوداني الشقيق الكل اعتاد عليها في البطولات الإفريقية، هي مباراة كلاسيكية ما بين أشقائنا في الهلال والنادي الأهلي. الأشقاء إخواتنا في الهلال الحقيقة خسروا المباراة السابقة أمام سان داونز، وعشان كده هذه المباراة لن تكون سهلة مطلقا. هيكون فيها ندية كبيرة جدا. اللي اتفرج على مباراة الهلال مع سان داونز هيعرف ان نادي الهلال فريق كبير، هو طول عمره فريق كبير نادي الهلال، ولكن مجموعة اللاعبين اللي موجودين عندهم مجموعة لاعبين جيدين، ان شاء الله خلال الايام القادمة هنوري حضراتكم. ولكن الهلال اكيد بيطمح مليون في المية، لو انا مكانهم هبقى عايز اكسب النادي الاهلي بأي طريقة واحقق نتيجة ايجابية كبيرة على نادي الاهلي، زي ما النادي الاهلي بيفكر في البداية. فالهلال خسر بقى البداية مع سان داونز في جنوب افريقيا، وهما مقبول بالمناسبة ان الهلال يخسر من سان داونز في جنوب افريقيا، سان داونز احد ابطال هذه البطولة، لكن بدايته الحقيقية هما بيفكروا كده، نادي الهلال بيفكروا كده انه احنا عايزين نكسب النادي الاهلي، حقهم طبعا، خصوصا ان المباراة هتقام على ارضهم ووسط جماهيرهم المتحمسة دائما، واحلى جماهير من احلى الجماهير الحقيقة جماهير نادي الهلال السوداني، لانهم عايزين يسعوا لتعويض الخساره الماضيه امام سان داونز. لكن في الوقت نفسه احنا اهلاويه عندنا ثقه كبيره جدا في لعبتنا وجهازنا الفني، لحظ مش نقطه، لا الثلاث نقاط ان شاء الله، ان شاء الله اتمنى طبعا. كره القدم فيها الثلاث نتائج، الهزيمه والمكسب والتعادل. ممكن يكون في ارهاق بسبب تلاحم المباريات، وانا اتكلمت مع حضراتكم في القصه دي امبارح. قصه كل سنه
في الفترة الأخيرة الأهلي بيلعب في كأس العالم للأندية، بيرجع من كأس العالم للأندية بيلعب كل يومين، يومين والتالت ماتش، يومين والتالت ماتش. زي ما جبنا لحضراتكم لو الجدول معانا سمير لو سمحت حطوه لنا. جدول برضه مزدحم ما قبل كأس العالم وما بعد كأس العالم. لأنه من مباراة لمباراة دون راحة، بس هو ده قدر البطل، قدر النادي الأهلي دايما إن هو يكون جاهز ومستعد للفوز في كل الأوقات. بالمناسبة هذه هي شخصية النادي الأهلي، وخصوصا مع السويسري مارسيل كولر اللي بيدخل كل مباراة على حدة، لا يبحث إلا عن الفوز فقط. أيضا من الأمور اللي بتصعب مواجهة الهلال هي الغيابات اللي بيعاني منها النادي الأهلي. بنتكلم في عمرو السولية، وإحنا بنتكلم مباريات الأهلي المقبلة السبت 18 فبراير، 21 25 28 4 مارس 7 مارس 11 مارس، دي مباريات النادي الاهلي خلال الفتره القادمه. بعض الاصابات في عمرو السوليه، خالد عبد الفتاح للايقاف، اكرم توفيق طبعا، كريم فؤاد وبرونو سافيو ومصطفى شوبير، لكن كما جرت العاده دائما كلمتنا الطبيعيه، الاهلي دائما بمن حضر. خلينا نروح نشوف تقرير عن الاهلي يجهز اسلحته لمواجهة الهلال السوداني، ونرجع نستكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. بدأ السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تجهيز أسلحته من أجل مواجهة الهلال السوداني يوم السبت القادم في الجولة الثانية من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال إفريقيا. وحرص مارسيل كولر خلال الساعات الماضية على دراسة فريق الهلال السوداني جيدا، كما طلب معلومات وافية عن لاعبي المنافس وأيضا عن ملعبه الجوهرة الزرقاء، حيث بدأ في التعرف على نقاط القوة والضعف من أجل التجهيز لتلك المواجهة الهامة. في الوقت ذاته فإن كولر كان حريصا على مشاهدة عدد من المباريات لفريق الهلال، كما حرص الجهاز الفني على مشاهدة مباراته أمام سان داونز، والتي انتهت بفوز الفريق الجنوبي إفريقي بهدف نظيف في الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، وهي الجولة التي شهدت تأجيل لقاء الأهلي أمام القطن الكاميروني بسبب المشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي استضافتها المغرب مؤخرا. وكان كولر قد بدأ التجهيز والاستعداد لمباراة الهلال منذ وجود الأهلي في كأس العالم للأندية، إذ حرص على عملية التدوير بين اللاعبين تفاديا للإجهاد والإصابات، فيما تأكد غياب خالد عبد الفتاح عن مواجهة الهلال بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام فلامينغو البرازيلي. وكان كولر قد حدد برنامج إعداد الأهلي لمواجهة الهلال، حيث حصل الفريق على راحة سلبية 48 ساعة عقب عودة البعثة من المغرب، على أن يستأنف الفريق تدريباته يوم الأربعاء، فيما تغادر البعثة إلى السودان يوم الخميس 16 من فبراير الجاري لخوض اللقاء المقرر إقامته السبت القادم. كما اطمأن كولر على جاهزية كل اللاعبين فيما سيتم حسم موقف عمرو السولية قبل مغادرة البعثة إلى السودان، حيث تعرض اللاعب للإصابة في لقاء ريال مدريد واشتكى من آلام في عضلة السمانة، وخضع لبرنامج علاجي وتدريبي تحت إشراف أحمد أبو عبلة طبيب الفريق. وطالب كولر جميع اللاعبين بطي صفحة مونديال الأندية تماما والتركيز على مواجهة الهلال السوداني في دوري أبطال إفريقيا، لا سيما وأنها لن تكون مواجهة سهلة بعد الخسارة التي تلقاها المنافس في الجولة الأولى. كما تعهد اللاعبون على بذل قصارى جهدهم وتقديم أفضل مستوى لديهم من أجل العودة بالنقاط الثلاث إلى القاهرة. الحقيقة طالما بنتكلم عن مواجهة الهلال الإفريقية، علينا أن نقف بعض الوقت أمام السويسري مارسيل كولر. نجح الحقيقة في أنه يدخل قلوب جماهير النادي الأهلي سريعا بفضل النتائج اللي حققها مع النادي الأهلي على المستوى المحلي والمستوى الإفريقي. انطلاقة كولر مع النادي الأهلي أكثر من رائعة حتى الآن، يمكن بعد توليه القيادة الفنية للأهلي بأيام قليلة نجح أنه يتوج بأول ألقابه مع النادي الأهلي بفوز غالي ومهم جدا على نادي الزمالك في الإمارات في السوبر المصري بهدفين مقابل لا شيء. يمكن دي كانت البداية، بداية الحب وشهر العسل زي ما بيقولوا ما بين كولر وجماهير النادي الأهلي، مقدما أوراق اعتماده لجماهير القلعة الحمراء. شخصية الأهلي مع كولر هي شخصية وفلسفة واضحة،
الفلسفه اللي بيلعب بيها يعني المباريات متمشيه حتى هذه اللحظه مع لعيبه النادي الاهلي بشكل كبير جدا. كمان في قناعه تامه من جانب لعيبه النادي الاهلي بفكر المدير الفني وقدراته التدريبيه، دليل انه نجح ان هو يطور مستوى عدد كبير من اللاعبين، مش هقول اسماء ولكن كل اللاعبين مستواهم تطور بشكل ملحوظ الحقيقه. مستر كولر اكيد في مواجهه نادي الهلال، كيف يفكر يوم السبت اللي جاي، كيف يفكر، ولكنه هيبدا تحدي جديد مع النادي الاهلي، ولكن في هذه المره على المستوى الافريقي ولاول مره، خلي بال حضراتكم لاول مره في تاريخه التدريبي الكبير عايز هو مستر كولر نفسه بقى عايز يفرض بصمه داخل القاره السمراء بقياده النادي الاهلي للتتويج بهذه البطوله. خلينا نروح نشوف تقرير عن مستر كولر والتحديات اللي هيواجهها الفترة القادمة ونرجع نكمل مع حضراتكم بقية هذه الحلقة. طيب خلينا نروح لأخبارنا سريعا جدا. الأستاذ العامري فاروق نائب رئيس النادي الأهلي رئيسا لبعثة النادي الأهلي في السودان. أيضا الهلال السوداني سيبدأ استعداداته للنادي الأهلي غدا، وده طبعا من خلال تقارير بعض الصحف السودانية. النادي الأهلي بيصعد للمركز الـ11 في تصنيف أندية العالم، والحقيقة خبر مهم جدا لكل محبي وعشاق النادي الأهلي أن يصعد النادي الأهلي للتصنيف رقم 11 عالميا في أو على مستوى العالم، وده من خلال التصنيف الشهري الصادر عن الاتحاد الدولي للتاريخ والإحصاء. المنتخب الوطني الأول يتلقى عرضا لمواجهة المكسيك وديا في أمريكا فيتوريا، كل التفاصيل مهمة، والفوز بالمباريات يتم قبل وقت طويل من صافرة الحكم. أيضا منتخب الشباب بيتعادل مع أوغندا 1-1 في ختام تجاربه الودية قبل أمم إفريقيا. النادي الترجي مهدد بالحرمان من جمهوره في 3 مباريات بعد فوزه على المريخ السوداني بهدف مقابل لا شيء. أكدت صحيفة تونس الرقمية أن لجنة انضباط التابعة للاتحاد الإفريقي تدرس فرض عقوبات على الترجي بسبب ايه بقى؟ بسبب اشعال الشماريخ في المباراه، مما سيعرض النادي لعقوبه الحرمان 3 مباريات من الجماهير. انا بس بوري حضراتكم ايه هي الاسباب اللي بتخلي الجماهير تبعد عن ناديها. الاتحاد العربي يكشف تفاصيل البطوله العربيه 2023 من خلال رجل السلمي الامين العام للاتحاد العربي لكره القدم، ومجموعة قوية لرجال سلة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا لكرة السلة البال 3 تنتهي أو هتبدأ يوم 26 إبريل وتنتهي إن شاء الله هذه البطولة يوم 6 مايو، على أن تقام النهائيات يوم 21 مايو وتنتهي يوم 27 من الشهر نفسه. رجال طائرة الأهلي بيفوزوا على طلائع الجيش 3-0 ويتأهل لنهائي كأس السوبر. مصطفى عسل ونوران جوهر يحافظان على صدارة تصنيف الاسكواش. من الأخبار هنروح بقى لفقرتنا المميزة صنع في الأهلي، وبطلة فقرتنا كابتن حسناء معوض نجمة النادي الأهلي السابقة لكرة اليد. بدأت مع النادي الأهلي وهي عندها 11 سنة في الناشئين، لعبت في ناشئين النادي الأهلي من 78 أو من سنة 1978 إلى 1982، ومن 82 وحتى 95 هي عنصر أساسي مع الفريق الأول لكرة اليد، حصلت على العديد من البطولات سواء مع النادي الأهلي أو مع منتخب مصر، أبرزها أحسن لاعبة في مصر وكمان اللاعبة المثالية وهدافة مصر في هذا التوقيت. تاريخ كبير ومشرف مع القلعة الحمراء في كرة اليد. خلونا نطلع نشوف كابتن حسناء معوض في صنع في الأهلي، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل هنستقبل النجم الكبير كابتن ماهر همام في ضيافة البيت الكبير. طبعا أنا عايزة أقول حاجة، يعني النادي الأهلي ده فعلا بيتي، يعتبر بيتي أبا عن جدا عن أختا عن بنت عن حاجات كتير قوي. إحنا ما كناش بنسيبه خالص، يعني كنت أرجع من المدرسة أو الجامعة قاعده فيه لحد بالليل. كان جيلي ناس كتير جدا، انا ابتديت صغيره قوي علشان اختي الكبيره الدكتوره امينه معوض كانت كابتن مصر والنادي الاهلي قبلي هاند بول، انا ابتديت غطس مش هاند بول، لكن استهوتني اللعبه لما لقيت اختي بتطير
عارفه لعبه كره اليد فيها مهارات جميله جدا، فحسيت ان انا ده مش الغطس. اتحولت من الغطس للهاندبول، سني كان صغير 10 سنين، وده كان قليل قوي في الجيل بتاعي ده ان حد يبتدي صغير كده. دلوقتي بيبتدوا من 5 و6 سنين يعني، لكن كنت اصغر لاعبه. عاصرت ناس كتير جدا سواء في كره القدم، سواء طبعا انا عشان سني الصغير اللي فاكراه قوي كرئيس النادي هو طبعا كابتن صلاح سليم. اثرنا بيه جدا، وكان اخلاق النادي الاهلي كلها عباره عن صالح سليم. انا ابتديت كان كابتن ناديه شريف الله يرحمها، دي كانت اسطوره في اليد وفي الالعاب القوه والطايره، كانت بتلعب حاجات كتير جدا عندها وقت. كان الغريب ان هي مدربه ولاعبه الدرجه الاولى في نفس الوقت، فخدتني ناشئات مرنتني، لقيت ما عندي مهارات جامده جدا، كنت بقلد اختي في الطيران وكده، فكنت متميزه عن لاعبات كتيره قوي. فخدتني اخر سنه اعتزلها لعبت جنبها في الدرجه الاولى، كنت ناشئات صغيره ولعبت درجه اولى، كنت بتدرج مع السنين كلها. فاخر سنه كانت بصراحه من كتر ما هي اسطوره ومهارتها فظيعه جدا، كانت بتدخلني في شارع، كنت ساعتها باك ليفت، فكانت بتدخلني زي ما بيقولوا في لغه الهاند بول شارع، كنت بدخل واجيب اجوان في المقصات، كانت ممرناني على حتت معينه في المقصات، لدرجه ان الجون كنا بنلعب نهائي الجزيره نهائي الدوري، الجون مين دي؟ مين دي يا جماعه؟ مين دي؟ قالوا لها اخت الدكتوره امينه معوض، العيله دي ما بتخلصش. افريقيا انديه كانت يعني الافارقه من النوع اللي في جيلي انا كانوا شرسين جدا، فخدنا ثالث هنا في كان في نادي الزمالك البطوله، وفي كان في بطوله في بورسعيد بطوله افريقيا انديه برضه، شرسين جدا وعملنا معاهم شغل بعقل، يعني هم متفوقين جدا جسمانيا عننا، لكن احنا كنا بنشتغل معاهم بالمهارات والعقل شويه. فدي بطوله افريقيا كانت صعبه جدا طبعا. البطولات الدوري والكاس والمنطقه كنا متفوقين جدا، لان النادي الاهلي دايما وطول عمره بينقي العناصر الكويسه جدا اللي يكسب بيها الحقيقه يعني. بس احنا استعنا فعلا بحد من منتخب مصر زي زينب مبروك ومها الازهري في البطولات الافريقيه. كنا بنستعين باثنين او واحد بس، لان احنا كنا النادي الاهلي منتخب مصر بلا يعني مبالغه. فريق النادي الاهلي كان دايما 90% منه هو منتخب مصر. الجماهير دول لازم يبقوا فوق راسنا. الجماهير دول قد ايه وقفوا جنبينا وكانوا بيجروا ورانا ويمشوا بالمشوار علشان يوصلوا للانديه اللي احنا بنلعب فيها لو مش احنا في النادي الاهلي. جماهير كره القدم هي جماهيرنا كلها، والالترس اللي دلوقتي هو كان زمان الناس كانت جميله جدا. يعني لسه لحد الان في حد اسمه سيد بجلابيه، كذا حد يعني بيجي يقول لي كابتن فين ايامكم؟ كانوا بينزلوا بيتفرجوا على كوره ورانا هنا وينزلوا علينا في التمارين، مش بس في الماتشات، في التمارين، ويدونا هند جميل جدا وصوتهم بس بيحط فينا حماس فظيع. وكانوا بيكلمونا يا كابتن انت عملتي كذا النهارده بلاش، والنبي يا كابتن بصي للفرود، مش كانوا فاهمين في اليد عندنا. كان عصر جميل الحقيقه يعني، وما انساش وقفتهم جنبنا وتحوتهم علينا، وفي كان في ضرب من جمهور قبل كده يعني، فحوطونا الجماهير هي اللي حوطتنا وخرجتنا للبص، فانا ما انساهمش ابدا، وفوق راسي جماهير النادي الاهلي جميله. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين، خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره النجم الكبير كابتن ماهر همام. ازيك كابتن ماهر؟ كابتن اسلام اهلا بيك حبيبي، سعداء جدا بوجود حضرتك. ربنا يكرمك يا اسلام. ربنا كابتن ماهر خليني ابدا مع حضرتك بدايه وبسرعه وعلى طول. مباراه الهلال السوداني، كيف ترى هذه المباراه في ظل ظروف صعبه جدا يمر بها النادي الاهلي، سواء من
مباريات توالي المباريات ده اولا، ثانيا على الجانب الاخر هزيمه الهلال في المباراه الاولى من سان داونز. اولا يا سلام، عايزين نشكر طبعا بصراحه يعني الجهاز الفني والاداري والطبي واللاعبين على الاداء اللي ادوه بصراحه في كاس العالم للانديه. والشخصيه اللي فرضها مستر كولر في معظم المباريات، وده بيأكد ان احنا فعلا قدرنا يعني نكسب هيد كوتش عالمي واضح قوي بصمته من بدايه مشواره معانا بصراحه، من البدايه صح، ان الراجل فعلا عملي، ان الراجل فعلا عنده استراتيجيه، ان الراجل فعلا عايز يحقق امجاد مع النادي الاهلي. وده بيأكد طبعا في المشوار الافريقي والمشوار الدوري العام والعدد المباريات الحمد لله رب العالمين اللي هو قدر يفوزها، وبدأ يخش بقى في ارقام مع مانويل جوزيه اللي هو اعظم مدرب جه في تاريخ النادي الاهلي، وبدأ يخش في ارقام مع موسيماني المدرب اللي قبل كده. فده اذا كان بيدل اسلام بيدل ان فعلا الراجل ده عنده شخصيه وعنده استراتيجيه وبيحاول على قد ما يقدر ان هو ينفذ الاستراتيجيه دي، وباين في كل مباراه تحس ان في بصمه من ناحيه التدوير اللعيبه، من ناحيه الاجهاد، من ناحيه يعني احنا زمان يا اسلام عرفنا موضوع تثبيت التشكيل ده من المدربين الاجانب، الراجل ده غير المفاهيم يعني. في تثبيت في بعض الخطوط، لكن في تدوير في الجانب الامامي بشكل كبير، يعني بيلعب بمجموعه، المباراه الثانيه بيلعب مجموعه اخرى، المباراه الثالثه بيلعب مجموعه اخرى وهكذا. وانا عايز اقول لك ان ده كله هو حاطه في الحسبان، لان هو عارف النادي الاهلي بيلعب في 5 بطولات، والنادي الاهلي مطالب انه ياخد بطولات، وان هو عارف ان فتره السنتين اللي قبل كده الاهلي عانى من الاصابات بسبب الاجهاد وبسبب كل 3 ايام مباراه، لعيبه ونجوم الفريق اتصابت بشكل كبير اثرت على السنتين اللي فاتوا بين نتائج النادي الاهلي وبطولات النادي الاهلي. فالراجل ذكي، فجه قال لك لا يعني في بعض اللعيبه هيبقى فيها ثبات في التشكيل، وفي بعض اللعيبه هبدا هدور فيها لاجل المشوار الكبير اللي انا هخوضه مع النادي الاهلي. فالنهارده احنا مطمنين بصراحه من شخصيه كولر، من ثقته، حتى مطمنين كمان من ثقه اللعيبه وادائهم. تحس لعيبه النادي الاهلي بصراحه فرضوا شخصيته وفرضوا ادائهم، لكن التوفيق وعدم التوفيق يا اسلام والفروق في بعض الفرق طبعا زي ريال مدريد وفلامينجو، لكن احنا الحمد لله رب العالمين قفلنا الملف ده واثبتنا للعالم فعلا ان النادي الاهلي نادي القرن. وزي ما انت لسه قايل من قليل، النادي الاهلي 11 على تصنيف العالم، وده حاجه بصراحه تشرف وتشرفنا وتشرف كل اهلاوي وتشرف حتى الكره المصريه. النادي الاهلي في حته تانيه بينافس ريال مدريد، بيتفوق على انديه ليها باع واسماء كبيره زي برشلونه وبايرن ميونخ، فده انجاز بيحسب للعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني. النهارده مستر كولر بدا مرحله جديده وهي الملف الافريقي، واول بدايه مع الهلال السوداني خارج ملعبك، وانت جاي من مشوار 4 مباريات فيهم حمل اقصى في كل مباراه، بتاثر على اللعيبه بشكل كبير، لكن الراجل عامل حسابه للكلام ده. نعم. يعني نظام الاستشفاء بيأديه بشكل جيد، زي ما انت ذكرت اسلام في بعض اللعيبه مصابه مش موجودين، حوالي 6 لعيبه مش هيبقوا موجودين معانا في بدايه البطوله. لكن في الاول والاخر الاهلي بما انا حضر، دي جمله فعلا حقيقيه واحنا عشنا، ما بنقولهاش كده، احنا فعلا شفنا تجارب، وتجارب كانت صعبه من كاس العالم اللي فات كان اكبر دليل على الجمله دي ونجاحها، ان فعلا كانت لعيبه النادي الاهلي ناقصه حوالي يمكن 8-9 لعيبه من اللعيبه الدوليين، ومع هذا النادي الاهلي خد الميداليه البرونزيه. طبعا الهلال والمريخ زي الاهلي والزمالك في مصر، الهلال يعني فارق عن المريخ ب4 نقاط في الدوري السوداني، لعب حوالي 17 مباراة كسب 14 مباراة وخسر مباراتين واتعادل مباراة، يعني فرقة ليها باع وليها اسم في الدوري السوداني طبعًا بشكل كبير طبعًا، وصاحبة بطولات، وعندها جماهير زي جماهير الأهلي يا إسلام، يعني جماهير عاشقة الكرة السودانية وعاشقة الكرة الحلوة،
وتملي جماهير السودان في مباريات الهلال بالذات اذا كانت محليه او افريقيه بتلاقي حوالي 40,000 او 50,000 في المدرجات، يعني تحس ان استاد الخرطوم او ام درمان بيبقى مليان بشكل كبير. هما طبعا عيد بالنسبه لهم، النادي الاهلي جاي بطل القرن وبطل افريقيا وجاي من بطوله قويه جدا، فهم كمان بيستعدوا ان هم عايزين يقولوا للكره السودانيه ان احنا مش اقل من الاهلي، عايزين كمان يفرحوا جماهيرهم طبعا، عايزين ينولوا من البطل. فتملي النادي الاهلي يا عيني في كل مرحله هتلاقي في صراعات بشكل كبير جدا عشان عايزين طبعا يكسبوا البطل، وفي نفس الوقت بيبقى شرف بالنسبه لهم انك انت تكسب النادي الاهلي. فطبعا المباراه في توقيت كمان غريبه اسلام، هم ما اعرفش الساعه 3 دي، يعني هم طبعا بيبقى لهم غرض ما بيلعبوش بالليل. كويس انها مش في الحر يعني، اقصد ان هي لا، ما انت ساعات برضه في مباريات كثيره بتلعبها الساعه 3 لكن هنا في مصر يعني. هم برضك يمكن الحراره هناك عندهم ممكن توصل 35، احنا عندنا الحراره هنا مثلا 11 او 12 صحيح 15، لكن هناك 35 بيعتبر حر بالنسبه لهم. الحاجه الثانيه كمان يمكن الكويسه اسلام ان عندهم الاستاد كان بيجددوه، يعني الملعب لارضيه الملعب والمدرجات، فدي برضك في صالح النادي الاهلي. انت عارف يعني ملاعب السودان اذا كانت المريخ ولا الهلال كانت ملاعب يعني لكن بيتم تجديدها غير مستوية، نشوفها بتفرق معاهم بشكل كبير في الاداء يعني. طيب كابتن ماهر، ثلاث نقاط مهمه جدا للنادي الاهلي بقى، احنا يعني كل ده بنتكلم عن نادي الهلال، ولكن على الجانب الاخر النادي الاهلي، ودايما مارسيل كولر عندما ينظر لهذه المباريات بيفاجئ اللاعبين وبيفاجئ الجمهور وبيفاجئ الحقيقه، بيعمل اللي هو شايفه من وجهة نظر، ممكن يغير 6-7 من الفريق. هل ده ممكن يحصل في المباراة اللي جاية؟ نقول ان هو بدأ التدوير ده مثلا، لو هو تدوير نقول ان هو بدأه من كأس العالم بالظبط. وعايز اقول لك يا اسلام، هو بيفاجئنا بصراحة وبيفاجئ اللعيبة، وانا عايز اقول لك ان يعني احنا كنا زمان بنوز تثبيت التشكيل 16 لعيب و 17 لعيب بيدوا لك الاداء اللي انت عايزه، ولكن بعد كده اكتشفنا ان مع فتره طويله ان اللعيبه بتقع مننا، تقع بالظبط، فضاع مننا سنتين بصراحه بسبب التثبيت ده. النهارده نظريه جديده بتحسب للراجل ده بصراحه، يعني بتحسب موضوع التدوير في بعض اللاعبين، كل مباراه 4 لعيبه 5 لعيبه. الاول احنا كناش يعني هضمنها قوي، لكن دلوقتي بعد كاس العالم لا، احنا مقتنعين بيها 100%. اللي هو بيعمله هو ده الصح، وده بيرجع اسلام ان هو عنده ثقه كبيره جدا في اللعيبه. صحيح، دي اهم حاجه. معظم لعيبه النادي الاهلي الراجل بصراحه عنده ثقه في كل اللعيبه، ما عندوش حد اميز من حد او حد احسن من حد، ومن خلال الثقه المتبادله اللي بينه وبين اللعيبه بنشوف الاداء والشخصيه اللي اتفرضت في كاس العالم للعيبه النادي الاهلي. حصل نضج اسلام بصراحه لمعظم اللعيبه، يعني تلاقي مثلا حسين الشحات، يعني حسين يمكن كان بيجهز نفسه للبطوله دي، لان حسين عارف ان البطوله دي يعني لعبها قبل كده وبيتفوق فيها. فحسين مع العامل النفسي يا كابتن، في عند لعيبه معينه بطولات معينه او مباريات معينه بتبقى محببه لي. يعني انا حسين متاكد ان حسين كان هيبقى مستواه غير مستواه في الفتره اللي فاتت دي، مستواه كان بيزيد في اخر مباراتين، لكن انا كنت عارف في كاس العالم ان حسين هيزيد اكتر. عبد القادر نفس الكلام، يعني عبد القادر برضك من اللعيبه اللي بتحب المباريات الكبيره دي. محمد شريف نفس الكلام، بيت ستاو يعني رجوع بيت ستاو بالسرعه دي، فده بياكد برضك ان الراجل عنده ثقه في بيت ستاو بشكل كبير. اللي عاجبني يا كابتن انه اللعيب اللي بيرجع بتحس ان هو بقى له فتره بيلعب، يعني داخل في الفرقه ولياقته جيده وبيكمل على الاقل 60 دقيقه، فدي حاجه تحسب للجهاز الفني بالظبط ولمخطط الاعمال يعني. محمد هاني وعوده محمد هاني ما شاء الله بصراحه، يعني هاني محمد هاني فكرنا بمحمد هاني من اكتر من سنتين من كاس العالم بالظبط بصراحه يعني. فمحمد عبد المنعم، محمود متولي، كلهم الشناوي، مش عايز انسى حد، معلول، قفشه وشريف ديانج، حتى كمان
الصفقات الجديده يا اسلام، يعني شوف حتى الراجل ادى فرصه للصفقات الجديده في مباراه زي مباراه الزمالك، واخد بالك مش قلقان وحاسب ثقه اللعيبه. لا وفي مباراه واللعيبه قدرت الثالث والرابع بالظبط، والثالث والرابع بتاعهم مروان بالظبط. فدي برضك من ضمن الحاجات اللي بتحسب للراجل وفي نفس الوقت بتحسب للعيبه. يعني خالد عبد الفتاح بصراحه من الحاجات اللي كانت جميله ومفاجاه بالنسبه لنا الاداء المتميز. مروان نفس الكلام في نص الملعب، ما تحسش اني لسه راجل بيحط رجله مع المجموعه اللي موجوده، تحس انه راجل واخد مباريات بقاله فتره. اطمنا على الصفقات يعني، كمان حتى الولاد اللي ما خدوش فرصه زي كاستيلو زي سافيو بردك لعيبه شفناهم لعيبه مميزه بشكل كبير. الراجل اسلام كمان ميزته قال لك ان انا حد الناس كلها، ودي حاجه ودي حاجه جميله. يعني انا حد الناس كلها، انا عندي ثقه في الناس كلها. فانت ممكن في مباراه الهلال السوداني تفاجئ ان سافيو بيلعب، تفاجئ ان كاستيلو بيلعب مصاب يعني تفاجئ مثلا ان مروان من البدايه، خالد عشان موقوف كان ممكن يبقى موجود بردك من البدايه فتفاجئ ان الراجل ممكن يبقى فيه حوالي 3-4 تغييرات موجوده في مباراه الهلال لناس تانية، ناس تبدا تخش تكمل المشوار مكان زميلها بشكل كبير. طيب كابتن ماهر برضو، يعني كيف ترى المنافسه في هذه البطوله وفي هذه المجموعه، نادي الاهلي، سان داونز، هلال، قطن الكاميرون؟ احنا اكيد طبعا في منافسة في المجموعة اللي احنا موجودين فيها اسلام، زي ما ذكرت كده يعني الهلال السوداني بيعتبر رقم واحد للكرة السودانية ومن الفرق اللي يعني بتبقى ند بشكل كبير جدا مع النادي الاهلي. سان داونز واحنا كلنا شفنا سان داونز بيستعد من سنوات للنادي الاهلي، يعني احنا شفنا المحلل بتاع سان داونز موجود، محلل الفريق خالد، بس خالد اهلاوي يعني يعني لكن جاي شغل طبعا فده بياكد لك ان حتى سان داونز عينه على النادي الاهلي صح، يعني متابع مباراه النادي الاهلي، هيعمل ايه في بطوله العالم، هيتابع اكيد طبعا مباراه الهلال طبعا. فواضح ان في متابعه. القطر الكاميروني برضك من الفرق اللي ليها باع كبير جدا في افريقيا، فانا شايف ان هتبقى المنافسه قويه جدا بين الاربع فرق بشكل كبير. يعني يعني بعيدا عن النادي الاهلي، السان داونز والهلال والقطن، تفتكر مين اللي ممكن يعني يوصل ان شاء الله مع النادي الاهلي؟ انا شايف اول ان شاء الله النادي الاهلي، وسان داونز بصفته ان هو متمرس وعنده خبرات بشكل كبير جدا. خلي بالك نادي الهلال، اتفرجت على مباراه الهلال وسان داونز؟ انا اتفرجت عليها شويه منها يعني مباراه. لا نادي الهلال عنده فريق قوي، بيعرف يقف كويس، مهاجمينه بيلعبوا بشكل جيد، الاجنحه بتاعته كويسه، عنده مجموعه لاعبين جيدين. يعني يعني احنا نتمنى ان السودان يبقى موجود معانا، واخد بالك، مع النادي الاهلي، الهلال مع النادي الاهلي. لكن سان داونز يعني عنده خبرات في في البطوله ديت، زي ما انت قلت اسلام، يمكن الهلال كان افضل منه في المباراه الاولى، لكن لسه المباراه اللي جايه هنشوف مين يقدر يوصل ان شاء الله مع النادي الاهلي في المركز الاول والثاني. عموما هي مباريات صعبه وهي مجموعه صعبه الحقيقه، مجموعه النادي الاهلي في دوري ابطال افريقيا. خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل بقى هنرجع نتكلم عن الدوري العام ورؤيه الكابتن ماهر للدوري العام خلال الفتره القادمه. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن ماهر، الدوري العام شايفه ازاي؟ معظم الفرق اللي فيه يعني السنة الثالثة على التوالي الدوري بيزيد حلاوة بصراحة يعني، وده بيرجع اسلام الى مجالس ادارة الاندية بدأت تختار مدربين في البداية على اعلى مستوى، والمدربين اتغيروا وبعدين اتغيروا مع الاسف يعني، بدوا ياخدوا احتياجاتهم يعني الاماكن اللي هم محتاجينها، بدوا يجيبوا لعيبة كويسة. فعشان كده الدور الاولاني كان منافسة شرسة بصراحة على المراكز الأولى، وفوجئنا طبعا فرق يعني الحصان الأسود، فرق أدت مردود بإمكانياتها القليلة قوي وميزانيتها، وما عندهاش فلوس، وعندها لعيبة مميزة أسوان. يعني أسوان حالة غريبة محتاجة دراسة بصراحة يا إسلام.
عامله كسبانه 6 مباريات وعامله اداء مع كسبانه الزمالك في اسوان، يعني احرجت فرق كبيره جدا ليها باع كبير في الدوري الممتاز. ولما تسمع بقى رئيس النادي لما يطلع يتكلم على ميزانيه او السقف بتاع لاعبي اسوان 750 800 واقل مثلا 250، حاجه يعني ارقام. ولاعيبه اسلام كمان لعيبه مميزه بصراحه، لعيبه كويسه قوي. كمان فيوتشر ماشي بخطوات جيده. فيوتشر مع علي ماهر يعني يمكن السنه الثانيه على التوالي بصراحه، ويمكن ثبات الجهاز الفني اثر بشكل كبير جدا مع فيوتشر. اختيارات علي ماهر، خبرات بقى اللي اكتسبها في الدوري، اختياراته للعيبه عامله مردود جيد جدا. طبعا النادي الاهلي وصل للمكان اللي هو بيحبها وهو اول الجدول، وصعب جدا النادي الاهلي لما بيركب بطوله الجدول صعب جدا ان هو يعني حد يقدر يقعده. بما اننا بنتكلم على النادي الاهلي يا كابتن ماهر، دايما جمهور النادي الاهلي بيبقى له دور مهم جدا جدا، وانا هنا بتكلم عن الجمهور لانه الحقيقه كان هناك بعض العتاب ما بين الجمهور وبعض اللاعبين، ولكن الحقيقه فور العوده اللاعبين من كاس العالم للانديه وان اللعيبه عندنا مباراة مهمة، لقينا ان جمهور النادي الاهلي كالعادة الحقيقة واقف ومساندة ودعم غير طبيعي لمحمد شريف والقفشة والشناوي والبرستا والكهرباء ولكل اللاعبين الحقيقة. فدايما جمهور النادي الاهلي له دور مهم جدا جدا في حياة كل لاعب في النادي الاهلي، وهو دور المساندة والدعم. بص اسلام، جماهير النادي الاهلي ضلع من اضلاع منظومة النادي الاهلي. والضلع يمكن الاكبر بقى. يعني بنعتبره الضلع الاولاني، اللي هو بقى عنده ثقافه وعنده وعي وعارف ان اللعيبه دي ياما كسبته بطولات، ياما فرحته. يعني اي فرحه بتحصل في مصر دور عليها هتلاقي وراها النادي الاهلي. فاذا كان بطولات محليه او افريقيه او كاس العالم زي ما احنا شفنا. فجمهور النادي الاهلي بقى عنده وعي وثقافه، لما بيحصل دروب للفرقه بيزعل وبيتضايق يا اسلام، لكن بيرجع بسرعه وبيعاتب وبيحقق. واحنا كمان يعني بنشد معاه، يعني طبعا بنقول لا من حقكم انكم تزعلوا من اللعيبه، لكن بسرعه بيرجع يقول لك ايه، لا ما ياما اللعيبه دي فرحتني. وعايز اقول لك يا اسلام ان دي ميزه النادي الاهلي. النادي الاهلي لما بيحصل اخفاق بتبص تلاقي ايه، المنظومه كلها بدات تتكاتف. ودي حاجات احنا متورثينها من زمان، اجيال ورا اجيال. يعني تلاقي صحيح. مثلا مجلس اداره بكاد الكابتن محمود الخطيب بدا ينزل للجهاز الفني، ايه الاخبار، في مشاكل، في حاجه، في بتاع، كلام من ده. تمام، مفيش، خلاص مجلس اداره بيساند الجهاز الفني. وبعدين مجلس اداره بياخد الجهاز الفني وبيخش يقعدوا مع اللعيبه، نبدا بقى ايه المصارحه، في ايه الوضع، ايه نظام، ايه كلام من ده، حد زعلان، حد فيه مشاكل. الكلام ده كله خد بالك يا اسلام، مفيش منظومه موجودة أو مؤسسة كبيرة زي النادي الأهلي بتعمله. يعني أنا شايف إن المؤسسات الأخرى لازم تتعلم من النادي الأهلي إزاي الانضباط وإزاي المساندة في حالة الإخفاق، لأنك أنت نادي كبير، نادي القرن، أنت نادي مش قليل. فلما يحصل لك إخفاق إزاي ترجع بسرعة. الرجوع عندنا إحنا خلاص بينا ما شاء الله حافظينه. يعني كابتن محمود الخطيب بيبدا ينزل زي ما قلت، الجهاز الفني، الجهاز الفني، اللعيبه مع بعض، كباتن الفرقه بتتكلم، بتلم الدنيا. وبعدين جماهير النادي الاهلي بتبدا تحس بقى، بيبداوا يروحوا الجزيره، يروحوا التدريبات، يشجعوا اللعيبه. تبص تلاقي على طول الكيرف بيبدا يطلع يا اسلام. حقيقي. وفي حاله الاخفاق يا اسلام في حاجه في التدريب مهمه قوي، انك انت لازم تشتغل اكتر. يعني اليوم الكامل والحاجات الخاصه والحاجات اللي فيها اعداد ذهني واعداد نفسي فتبص تلاقي ان الاجهزه الفنيه بدات تشتغل اكتر عشان تطلع تاني بالكيرف. وفي حاله وانت على القمه تشتغل اكتر وتحافظ على اللي انت فيه بردك بالشغل وبالتركيز. صحيح. فدي من ضمن الحاجات اللي موجوده في النادي الاهلي بصراحه. فجماهير النادي الاهلي احنا مهما اتكلمنا ومهما قلنا مش هنوفيهم حقهم بصراحه. لان يعني فضل ربنا سبحانه وتعالى ثم جمهور النادي الاهلي في الكيان اللي موجود عليه النادي الاهلي. طيب بما اننا بنتكلم عن جمهور النادي الاهلي العظيم، دايما شكرا ليكم لان انتم السند والدعم في كل شيء. خلينا نطلع نشوف هذا التقرير
عن السند الاول والداعم الاول لفريق النادي الاهلي وللفرق الرياضيه في النادي الاهلي هو جمهور النادي الاهلي. نطلع نشوف هذا التقرير عن الجمهور ونرجع نكمل. الواحد لما بيسمع الكلام ده الحقيقه جسمه بيقعش على كابتن ماهر. لسه اقول لك يا سلام والله. عايزين ننزل نلعب. عايزين بالظبط كده. لكن دايما يضل دائما جمهور النادي الاهلي هو السند والدعم في كل شيء. طيب خلينا كابتن ماهر برضو نتكلم عن المقاولين العرب والاتحاد السكندري و يعني تجربة المقاولين العرب الحقيقة تجربة جيدة ان مع كابتن شوقي غريب حتى الآن اعتقد الامور جيدة جدا وتجربة الاتحاد السكندري كذلك. انا بحيي شوقي غريب من خلال برنامجك اسلام وطبعا المقاولين اختار الرجل المناسب في الوقت المناسب. نعم. صراحة شوقي عنده من الخبرات بصراحة اذا كانت الدولية او المحلية. شوقي من المدربين اللي نضجوا بشكل كبير. شوقي هو المدرب الوحيد اللي بيلعب الخمسة الافارقة اسلام من بداية المباراة. لان هو اختارهم اختار مكانهم والنهارده فارقين معاه يعني عاملين له بصراحه حاله ايجابيه بشكل كبير وذكاء من شوقي ان هو بيلعب بالخمسه من بدايه المباراه ويعني يمكن على حساب الاخرين لكن اللعيبه كويسه فارقين معاه بشكل جيد فدي بدت من ضمن الحاجات اللي شفناها جديده في الدوري السنه دي انك انت لما عندك افارقه بتلعب اثنين ثلاثه وبعدين يبدا تغير واحد شيل واحد لا شوقي بدا بالخمسه نتيجة ان هو اختارهم واختار اماكنهم والاماكن فعلا اللي هو محتاجها واضح قوي ان هم عاملين تأثير بشكل كبير جدا في شكل واداء المقاولين العرب في معظم المباريات اللي فاتت وعشان كده المقاولين العرب ما شاء الله يعني احنا من 4 سنين ممكن مع عماد النحاس ما وصلناش للمكانة دي يعني الموضوع المربع او الخامس ما كانتش موجودة قبل كده ما بنقللش من قيمة عماد النحاس لكن بنقول ان شوقي جه كمل مشوار عماد النحاس في وجود المقاولين في هذه المكانة. طيب واتحاد سكندري على جنب الاتحاد كمان بداية كبير وجماهيرية كبيرة استاذ محمد مصلحي برضك من الرؤساء الاندية اللي عنده ذكاء وعايز اقول لك خلال السنة الماضية كان في مشاكل في الاتحاد انه ينزل طبعا الكابتن محمد عمر لما تولى الاتحاد في اخر 5 6 مباريات اسلام فرق معاهم بشكل كبير عمر من المدربين الاكفاء طبعا وبعدين ابن الاتحاد فعمر قدر بصراحه يعني قدر يحافظ على كيان الاتحاد انه ما ينزلش في نفس الوقت كمان عمر بقى مشرف على الكوره واختار اللعيبه للموسم الجديد مع طبعا الراجل الاجنبي اللي موجود عندهم فدي من ضمن الحاجات اللي برضك تحسب لعمر مع محمد مصلحي نعم اداء الاتحاد من بدايه الموسم اختلف كلي عن السنوات الماضيه يمكن اول مباراه كان الاتحاد في اسوان كسب في اسوان ودي يمكن 3 نقاط اللي ادته يعني الانطلاقه لما في عمر الدوري بالظبط طيب خلينا نروح لمنتخب الشباب منتخب الشباب عندنا المباريات القادمه في مجموعه قويه جدا منتخب نيجيريا ومنتخب السنغال ومنتخب موزمبيق ثم منتخبنا الوطني للشباب مع كابتن محمود جابر توقعاتك بقى يعني فوز ودي على جنوب السودان بهدف نظيف وتعادل النهارده مع اوغندا في مباراه وديه اخرى الله يكون في عونه محمود جابر مجموعه شرسه يعني السنغال ونيجيريا دول من الفرق المصنفه احنا شفنا السنغال في كاس المحليين في الجزائر يعني هي اللي كاس عملوا انجاز بشكل كبير فالسنغال عندها منتخبات من تحت كده لحد فوق منتخبات مميزه بشكل كبير نفس الكلام بالنسبه لنيجيريا محمود جابر يعني بصراحه عامل شغل مع منتخب الشباب بشكل كبير جدا مباراه الحبيه ممكن اكيد هتحط جابر في الاستراتيجيه والخطه اللي هيلعب بيها ان شاء الله هذه البطوله يا رب ربنا يوفقهم ان شاء الله ودايما هنظل دايما في ظهر منتخبنا الوطني للشباب انا بشكرك جدا يا كابتن مان على وجودك معانا شكرا جزيلا هنطلع فاصل وبعد هذا الفاصل احمد مجدي ومحمد جمال في ضيافه البيت الكبير اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين خلوني ارحب بضيوفي في هذه الفقره محمد جمال ازيك يا محمد ازيك يا كابتن اخبارك ايه كله زي الفل كله تمام كله زي الفل احمد مجدي ازيك يا ابو حميد ازيك يا كابتن الحمد لله زي الفل كله كويس محمد خليني ابدا معاك الاول باتحاد كره القدم وبعض القرارات اللي تم اتخاذها في اخر اجتماع لاتحاد كره القدم
طبعا يا كابتن، يوم الاحد كان في اجتماع مجلس اداره لاتحاد الكره المصري، خدوا اكتر من قرار، طبعا بينها طبعا الاهم هو تشكيل لجنه الانضباط بوجود قامات محترمه جدا تدير بقى لجنه الانضباط، واللجنه حتى اللي كانت موجوده قبل كده لجنه الانضباط طبعا برئاسه المستشار محمد عبده صالح كانت برضو لجنه يعني قامات كبيره جدا طبعا. فبشوف ان وجود اللجنه دي، وجود لجنه الانضباط ومعاها لجنه اللي هي برضو فيها القيم والاخلاق، دي لجنه مهمه جدا للكره المصريه. وايه لجنه رصد الاعلام؟ معلش بص يا كابتن، هو ده من حق اتحاد كره القدم ان هو يعمل لجنه لرصد الاعلام؟ هي لجنه هيبقى فيها اللي هم زي المركز الاعلامي بتاع اتحاد الكره المصري، اللي هو لرصد اي تجاوز ضد اتحاد الكره المصري من التجاوزات اللي انا وصلت له، مش النقد، تجاوزات يعني. اتقال لي كده، ده طبيعي. اتقال لي التجاوزات اللي هي تبقى في حق اتحاد الكره المصري عشان لو هم عاوزين ياخدوا اي اجراءات ضد هذا التجاوز يعني. لكن طبعا كان اهمها تشكيل لجنه الانضباط، طبعا هتكون مفيده جدا للكره المصريه خلال الوقت اللي جاي، خاصه ان هم قامات هيقدروا ان هم يعملوا رابط بشكل كبير جدا، و كل شيء يعني يبقى موجود بالنسبه للقرارات اللي تبقى فعاله تخص الكره المصريه. كان برضو في قرار تاني، وهو خلفا لكابتن عصام الحضري تم تعيين الكابتن السيد السويركي، طبعا مدرب طلائع الجيش السابق، مدرب لحراس مرمى المنتخب الاولمبي. كلنا عارفين اللي حصل ورحيل الكابتن عصام المفاجئ، فخلى طبعا اتحاد الكره المصري قرر ان هو يتعاقد مع الكابتن السيد السويركي وبلغوه. والنهارده كان عقد جلسه مع روجيرو ميكالي لاول مره من طبعا وقت تواجده، بيستعدوا لمباراه زامبيا في مارس اللي جاي، مباراه ذهاب واياب للتأهل الفتره اللي جايه. كمان الكابتن الدكتور جمال محمد علي برضو يعني اعلن كده عن بعض الرخص الجي، يقول لي ليه طيب الدي والبي والايه رخص. رخص ما بس طبعا رخص يا كابتن اسلام، رخص بس مش الرخص برضو اللي احنا منتظرينها لسه يعني، لسه دي بعض الرخص كده البسيطه، ولكن نتمنى. لا 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 لا، يعني ايه مش يعني مش الرخص، يعني ايه مش الرخص اللي احنا منتظرينها؟ يعني لبعض الرخص البسيطه. حلو، هي رخص يا كابتن لكل الناس يعني، موجوده لكل الناس. احنا عايزين تطوير بشكل اكبر ومحاضرات بشكل اكبر للمدربين، احنا بنتمنى دي خطوه كويسه وخطوه فعاله، بس احنا بنتمنى يكون اللي هي الخطوه بشكل اكبر من كده كمان، ويكون نعرف ان احنا لما بنلاقي حاجه كويسه بتتعمل من اتحاد كره القدم، والله بنبقى سعداء ومبسوطين وبنطلع نقول وبنشيد ونقف معاه. بس هل يا احمد ان هذه القرارات سيتم تطبيقها، بمعنى انه لجنه الرصد الاعلامي ولجنه الانضباط ولجنه القيم والاخلاق و كل هذه اللجان وهذه القامات الكبيرة جدا جدا في القضاء، وأصبحوا هم المسؤولين عن كل هذه اللجان، هل سيتم تطبيق هذه الأهم، تطبيق هذه القرارات؟ يعني أنا متفائل يعني تجاه الخطوات اللي اتخذت دي يا كابتن. ده أولا، لأنه الأسماء وآلية تشكيل اللجان واستجابه للتجاوزات اللي حصلت الفتره اللي فاتت، انا متخيل انه مش هيبقى مقبول ان بيتم تخطي كل ده. هيبان امتى؟ هيبان يعني ان شاء الله ما يحصلش، بس لا في اول لا تجاوز يعني. هيبان في اول تجاوز، وهنشوف رد الفعل بشكل واضح وبشكل اكثر منهجيه. الجزء اللي تاني بكرره، قلنا قبل كده كتير، ان اي شيء ما يتضمنش تغيير جوه استراتيجيات اتحاد الكره نفسه بره اللجان دي، خلاص يعني الاتحاد الكره نفسه ما يخضعش فعلا للممارسات دي، ما يخضعش فعلا للتجاوزات دي، ما يخضعش هي البدايه بتبقى من هنا. زي ما موضوع الرخص بدا دلوقتي لاول مره اتحاد الكره خد قرار في موضوع الرخص. انا مع جيم انه المساله برضو انا عندي شويه تحفظات شويه على الارقام وعلى ساعات التدريب وعلى الحاجات دي، لان انت بتتكلم في اي بي وسي ودي والبرو. انت طرحت الخمسه، ده هيقول ده هيعمل الزد كلهم. انت طرحت الخمسه، فالخمسه دول على الاقل يعني عدد ساعات التنشيط وساعات التدريب بيبقوا اكتر بكتير في البرو بالذات. ونقطه اشتراط ان في ناس تبقى مقيده لاعبين والكلام ده، يعني كنت حاسس ان الموضوع محتاج لك يا احمد القصه دي. انا محتاج انه يقنن القاعده بشكل اكبر يعني، نقدر بقى نبقى زي كل الدول، ان انت فاتح الموضوع لكل محب لكره القدم ياخد طبعا دراسات، وهو هياخد دراسات وهيختبر بالاليه اللي صح. كل الناس هتخضعه ليها، واللي انت وضعتها كاتحاد كوره بالظبط. يعني ويليام ستيل مثلا اللي هو مدرب استاد ريمس، عامل اداء هايل في الدوري الفرنسي السنه دي، جابوه من فوتبول مانجر، جابوه من لعبه يعني كارير زي الكارير بتاعت الفيفا كده، انه فهموه وفاهم ازاي يكون لعيبه وبتاع. فده كان واحد حظي بفرصه ان هو ينافس الكبار، ودلوقتي فعلا بيلعب ليج. بالظبط الكابتن محمود فايز، وكابتن محمود فايز ما كانش لعيب كوره واشتغل دلوقتي اهو، اشتغل مع منتخب مصر. وجميل انك تدي لعيب الكوره ادفانتج، انا بقول ادي لعيب الكوره اولويه في حتت، ما عنديش اي مشاكل بصفه يعني. انا بقبلها مثلا ان انا لو عايز اتقدم للبرو على طول، فاهم قصه اشتراط ال 20 ماتش دولي والحاجات دي، انا فاهمها دي. لو انا بتقدم من الصفر رايح اخد البرو، افهم ان لعيب الكوره اللي معتزل لسه طالع
ليه اولويه الصراحه عن اي واحد، ماشي مفيش مشاكل في دي، ولكن انت بتديني من اول الرخصه ايه؟ من اول الرخصه بيه ان انا ابقى متايد وابقى كذا وابقى كذا. طب انا ليه بقى يعني بنهي حد عمره 25 ولا 20 ولا 30 سنه في البدايه وعايز يمشي في الطريق ده، ممكن يبقى كادر مؤهل، ممكن يبقى كادر مؤهل. فدي النقطه بس اللي كان عندي تحفظات، بس احنا اي خطوه لقدام تمام. ما كانش عندنا رخص امبارح اصلا، يعني امبارح ما كانش عندنا رخص في الموضوع. هتبدا من امتى دي؟ تقريبا خلاص المفترض ان هي من الشهر ده، من اخر الشهر ده المفروض، المفروض ان يبقى في وخلاص طلع حرصه الاي بي والسي والدي وكله كله الخمس تقديمات بقى خلال الفتره دي، وحطوا الشروط طبعا، منها الشرط ده هو كان اهم شرط، والشرط طبعا ان انت لا تقل عن 18 عام، وانك والرسوم طبعا والرسوم، وفي ناس من بره مصر، وانت هتلزم اللي بره مصر يبقى 5% بس، يعني قالك الاكبر يبقى المدربين المصريين، وان هم عاوزين مدربين اكتر من المصريين طبعا. فانا شايف كل دي تحركات جيده باذن الله، ما يحصلش تجاوز يخلينا نختبرها باذن الله، ما يعني نبداها من الطرف الاخر، ما يحصلش تجاوزات تخلينا نختبر ده، بس وقت ما يحصل تجاوز انا محتاجين ان احنا فعلا نحط الموضوع محل التقييم. انا سؤالي الاساسي اين خليفه كلاتنبرج حتى الان؟ بس يعني هذه النقطه دي اللي 48 ساعه انا كنت محتاج الموضوع ده. فاكر 48 ساعه اللي انت قلتها لنا؟ بص يا كابتن، هو حصل ان الفتره يقعد بقى يا عم 8 انا اللي قلت. لا هقول مين اللي قال. هقول لك والله مين اللي قال. انا اللي قلت. لا مش بيان اتحاد الكوره. طب ايه هو اللي قال 48 ساعه؟ وده مش انا بس ولا حضرتك. حلو، ايه اللي وقف الموضوع؟ اللي وقف الموضوع ان هم محددين راتب. تمام، انا اقول لك الكواليس اللي حصلت من دول. هم كانوا نفسهم يعلنوا يوم الاحد اللي فات، وبالفعل ان هم كانوا تفاوضوا مع الجنسيات، واعلنوا الجنسيات اللي انا قلتها لحضرتك اخر مره، ان هم تفاوضوا مع اسباني وبرتغالي وسويسري. حضرتك قلت انا مش حابب السويسري. هو الثلاثه اتفاوضوا معاهم، الثلاثه طبعا طالبين طلبات يعني قريبه جدا من كانت طلبات مارك كلاتنبرج، اللي كان بياخد اكتر من 35000 دولار، من 30 ل 35000 دولار. فطبعا الرقم ده من اتحاد الكره دلوقتي اصبح غير مقبول، فعايزين الرقم يكون اقل شويه، يمكن من 20 ل 25 يبقى اقصى حاجه، ويكون عنده كمان دور موجود في مصر بشكل اكبر، ما يبقاش قصه السفريات كتير. فده اللي خلى اتحاد الكوره الفتره اللي فاتت يتكلم مع البرتغالي شويه. يمكن البرتغالي هو المرجح بشكل كبير جدا من جانب طبعا اتحاد الكوره، وان هم عايزين الراجل البرتغالي. هم مكتمين طبعا على الاسماء، وقافلين على الاسماء بشكل كويس جدا، ولكن الجنسيات كنا قدرنا نوصلها. راح هم طالعين طبعا اعلنوا عن الجنسيات المرشحه، ولكن لحد اللحظه اللي بكلم حضرتك فيها ما تمش الاتفاق مع اي واحد منهم، يعني ما تمش الانتهاء. موقف الاتفاق ما هو الراتب. الراتب اوكي، انا هتفاوض معاك، اتفاوض مع غيرك. وجود مصري بشكل كبير جدا، والاسم برضو يعني اولوي، والاسم القوي يعني. هم عاوزين لو ده الاسم. لو ده مام كده، ودي الحته اللي معطله يعني، ان شاء الله ربنا يسهل ويجي اسم يليق بالموضوع. بس احنا محتاجين يعني بالظبط فراغ الفراغ بتاع لجنه يعني. ايوه ما هو لما دلوقتي ما تزعلش مني، وانا لما ارى خطا زي الخطا اللي عمله كابتن ابراهيم نور الدين النهارده في مباراته امام في مباراه الزمالك وسموحه، والله انا مش بتكلم عشان زمالك وسموحه، ولكن انا بتكلم عن خطأ عمله حكم واحد من افضل الحكام، المفروض المفترض ان هو واحد من افضل الحكام الموجودين في مصر، يبقى تطوير التحكيم هيجي ازاي؟ لازم انا وانت طالع يدافع. طالع يدافع عن الكلام اللي هو بيقول يعني. هو كابتن انا اصلا ضد، بدل ما تطلع تقول بالظبط كده يطلع يتكلم يقول لك انا مش هتكلم عن الحكم، يطلع يتكلم. كابتن ابراهيم بيقول طبعا هو بعد ما سمع الكلام اللي احنا قلناه هنا، فهو لان احنا بنتكلم دايما بننتقد، ولكن بننتقد بمنتهى الاحترام. كنت اتمنى ان هو يطلع معانا احنا ويقول هذا الكلام. صح. يعني وطبعا هو طالع مع كابتن كريم شحاته، واحد من المذيعين المحترمين طبعا، لا اقصد شيء، ولكن هو سمع الكلام اللي احنا اتقال هنا وراح يرد وقال لك انا مش هتكلم في تفاصيل المباراه. امال احنا ايه؟ احنا امال يعني كيف يتم احتساب ركله الجزاء وهي ليست ركله جزاء؟ وكيف يتم احتساب عدم احتساب او احتساب ركله جزاء وهي في بالفعل ليست ركله جزاء واضحه وصريحه؟ كابتن هو في اي دوري اصلا الحكم بيبقى ممنوع ان هو يخرج في الاعلام ويتكلم؟ لا كابتن ابراهيم طلع واتكلم. في مصر كان مارك كلاتنبرج مانع الموضوع ده بشكل كبير جدا، ان ما ينفعش الحكم يتكلم، واحنا كلنا اكيد نعلم. كابتن اللي كان قبله كابتن عصام عبد الفتاح برضه نفس الكلام. في كله ممنوع ان الحكم يطلع يتكلم. مفيش غير مره الكابتن محمد عادل اللي كان فيه قال الاحتواء. فطبعا الفترة الحالية طبعا موجود الكابتن محمد فاروق، ليه كل الاحترام والتقدير، بس هو الراجل جاي مرحلة انتقالية، فبعض الحكام اكيد عارفين ان الراجل مش هو اللي هيكون رئيس لجنة الحكام خلال الفترة الجاية. يمكن الفترة اللي فاتت ظهرت فكرة جوه اتحاد الكرة، طب ما ندي جانب مصري لو ما تمش الاتفاق مع يعني حكم اجنبي وندي الفترة الجاية، ولكن يعني كبرت شوية بالرفض من جانب بعض اعضاء مجلس ادارة اتحاد الكرة، وكانوا شايفين لا ان لا الفترة الجاية. عارف ليه لا؟ عارف ليه لا؟ لانه انا اديت للمصري، فالمصري دايما بيبقى عليه ضغط كبير جدا، سواء من الاهلي او من الزمالك، كل واحد فينا بيشوف ان هو بيعمل حاجه مش مظبوط. اهلي وزمالك واسماعيلي واتحاد وكل الانديه الكبيره الجماهيريه بيبقى ليها ضغط، لكن الحكم الاجنبي او المطور الاجنبي
مطور التحكيم يعني الاجنبي مش المطور العقاري، مطور التحكيم الاجنبي بيبقى راجل لا يرى الوان. صح. هو بيحاول ان هو او بيساعد على تطوير التحكيم وان يصل به لشكل جيد، لكن ان احنا نشوف مثل هذه الاخطاء في مباراه النهارده ومباريات سابقه الحقيقه برضو المباراه مش بس نادي سموحه اللي طلع اعترض، في بعض الانديه طلعت اعترضت خلال الفتره اللي فاتت، يعني نادي الداخليه كابتن علاء بقى اتكلم وقال على قصه التحكيم، بعض الانديه الثانيه طلعت اتكلمت على قصه التحكيم، والتحكيم الفتره الجايه كابتن هيكون مهم جدا. انت الفتره اللي جايه اولا حاسمه جدا في صراع لقب الدوري، وحاسمه جدا في صراع البقاء في الدوري، ففي صحيح. كل مباراه هتكون فيها لغط، في كل مباراه هيكون فيها كلام، فانت محتاج الفتره الجايه يمكن اتحاد الكوره لابد ان هو يسيب كل اللي في ايده ويركز في حاجتين، بطوله امم افريقيا للشباب ويركز في قصه الخبير الاجنبي، يبقى ليه جاي ليه دوره وليه دور مؤثر في الكره المصريه، ليه دور مؤثر. ما يمكن كان قصدهم 480 ساعه مش 48 ساعه ونسيوا الصفر. ما هو اصل غريبه جدا ان هو حتى الان انا عندي اربع خمس اسماء، هجيب الاربع خمس اسماء التفاوض. طبعا التفاوض بيبقى رايح جاي وبيحتاج اسبوع انا حتى استغربت لما قالوا 48 ساعه بالزبط. استغربت جدا بالزبط. ازاي يعني وانا يعني الا لو كنت بتفاوض مع حد اللي انا كنت مخلص بقى الجدول ما يحتملش اكتر من احنا دلوقتي شهر، لكن انا دلوقتي احنا داخلين في شهر اهو، والحقيقه كنت داخل كمان في ضغطه ماتشات كبيره جدا بالزبط. ضغطه ماتشات يمكن مؤثره سواء للانديه اللي فوق او الانديه اللي تحت، داخل في كل 3 ايام مباراه، فانت في كل 3 ايام هتلاقي الضغط ده من جانب الانديه على التحكيم. اظن لا محتاجين خبير اجنبي يكون موجود اولا يعلن عن جو محاضرات للحكام، يعلن عن خطه واضحه للتعيينات. انا شفت اتحاد الكره اعلن امبارح طبعا عن الحكام اللي تم خلاص ترقيتهم وبقوا موجودين في الدرجه الثانيه وان هم نجحوا في الاختبارات وكل الكلام ده. انا حابب يا كابتن ان احنا نشوف حكام جديده في الدوري المصري، محتاجين نشوف وجوه جديده، حتى لو ده غلط هو بيتعلم مره وفي الثانيه، بس محتاج مين اللي بيعلمه؟ على فكرة مين الخبير اللي بيعلمه؟ حتى الصغيرين لما بيغلطوا بتبقى وجهه نظري الاخطاء الصغيرين او الكبار، يعني من المفترض ان بتبقى الاخطاء غير مقصوده. بالظبط يا كابتن، بيبقى عاوز لسه بيتعلم، اكيد في بيبقى ضغوطات، ويمكن مارك كلاتنبرج وكنت قلتها لحضرتك قبل كده كان حاطط خطه للموضوع ده، ولكن كانت خطه هتاخد وقت شويه، يعني الخطه كانت هتاخد وقت انك تجيب حكم من تحت تحطه مره واحده دوري ممتاز، لا محتاج عدد مباريات معينه في الدرجه الثانيه، عدد مباريات بقى دي كده في الدرجه الاولى ممتاز عشان يقدر ان هو يحكم مباراه الاهلي والزمالك، مباراه فيها ضغط جماهيري كبير جدا. فانا بشوف يا كابتن ان هو لابد من حسم موضوع الكبير الاجنبي. النهارده تواصلت مع حد واتقال لي يعني اتقال لي ان هي خلاص يعني خلال الاسبوع ده هيتم الاعلان عن ده. محمد يعني عشان انا تعبت منك 48 ساعه وبتاع، وبعدين بقى لنا 450,000 ساعه ما وصلناش لاي حاجه، بيأخرنا الموضوع بشكل كبير، بيأخرنا الموضوع، لانه برضه يا مجدي ان يوجد خبير لتطوير التحكيم اجنبي افضل كتير جدا من المصري. طبعا. مش افضل من المصري لا، ولكن على الاقل هيكون عنده عدم رؤيه الالوان، يعني هتضمن حاجتين بوجود في حاجة اجنبي عن اي مصري. اولا ان هو جاي مش عارف الالوان زي ما حضرتك قلت، فاحنا ضامنين على الاقل مبدا الشفافيه. تمام. المبدا الثاني المهم جدا، ضامنين ان لما هيتكلم الناس مش هتقول لنا يا جماعه ما تمسكوش في بعض. من الاخر يا جماعه لا، دلوقتي الراجل ده اتكلم قال رايه التحكيمي، انا وانت خاضعين لتقييمه، بس انا كرأي التحكيمي خاضع لتقييمه اللي ممكن يبقى غلط، فنقول له والله يا كابتن فلان انت غلطان بمنتهى الادب، والله يا مستر فلان انت غلطان، يا والله يا مستر فلان احنا شايفين مجهودك مش كبير، والله يا اتحاد كوره احنا شايفين ان الراجل ده يستحق ان هو يقعد او لا، ايا كان، بس يبقى الموضوع ماشي بالشكل ده، مش ماشي ان خلاص الحكم غلط الحكم ردوا عليه. كل ده ينعكس على 90 دقيقه متوتره جدا. هنرجع تاني لو دورنا تاني في الساقيه دي، هنرجع تاني لمساله انه الحكم نشتكي انه الحكم يشتكي انه مستباح بكل الطرق، وبعد كده نرجع تاني احنا نشتكي ان احنا بنتظلم تحكيميا كفرق كانديه كل الالوان، ترجع تقول وما فيش معيار واحد يقول لك مين اللي ما انت حتى لو الاسم المصري على احترامنا لكل السي في على احترامنا لكل شيء جه اتكلم غصبا عنك هتخضعه لمواقف سابقه، هتيجي تقول له والله يا كابتن ده انت قبل كده عملت كذا، ممكن يبقى الكابتن نيته سليمه واحنا ما نقدرش برضو نستثني الموقف السابق. فالخبير الاجنبي الفكره دي حلت كل ده، وجربنا انها بتحل، عندنا تحفظات حتى احنا الناس اللي كانت او الناس اللي كانت متحمسه لتجربه مستر كلاتنبرج كان عندها تحفظ على بعض الاشياء الخاصه بادائه، انه بيعمل ايه بيسافر ايه، بس خلاص كده في سلم وعند نقطه معينه بنقول له بعد اذنك ادينا 70% مش 50 60% مش 40، بس ما تنسفش التجربه كلها من جديد وترجع تاني تقول بعد اذنك احترم الحكم، والحكم يقول بعد اذنك احترم قراري، لا ما انت ما تقلبهاش وتيجي تطالبنا دايما نبقى ماشيين عدلنا. فهي دي النقطه يا كابتن، انا بتفق معاك جدا، تجربه الحكم الاجنبي
الخبير الاجنبي لحين ما الحاله المتوتره دي على مستوى سياق التحكيم والاراء اللي في التحكيم وما الى ذلك تنتهي تماما وتمام، تعال نشوف نعملها مصر ازاي. يعني لما الحكم المصري، لما الحكام المصريين في فتره فتره الاستاذ احمد مجاهد اداروا مباريات قمه ورا بعضيها، كل التوتر كل التحفظ كان موجود، بس لما نجحوا حد قال له انت نجحت، انت ازاي تنجح؟ لا، كلنا كنا مبسوطين جدا، ثلاث مباريات تحكيميه بحكام مصريين. بس للاسف التجربه ما بتستمرش، التجربه ما بتكملش، بيحصل دايما قرارات عكسيه. ليه؟ احنا مش عاوزينها. عشان طلع كابتن محمد عادل في التليفون قال لك كذا كذا كذا، فبالتالي وكابتن عصام طلع بعديه دافع عن نظريه الاحتواء لو تفتكروا. يعني انا بتكلم، خرج يا كابتن، لو كان خرج وادان هذا التصريح وما قالش ان الموضوع انتهى، كان الموضوع انتهى وكانت التجربه ممكن انها تستمر بالنسبه للحكام المصريين في مباراه الاهلي والزمالك. كان كل الحكام كمان كانت خدت ثقه كبيره جدا، وكان كله هيبقى عاوز يطور من نفسه عشان يبقى موجود في حدث كبير زي دوت وفي ماتشات القمه. دايما الحكم بيبحث عن حركه لعيب كوره، وعارف انه بيبحث دايما انه يحكم ماتش الاهلي ويحكم ماتش الزمالك ويكون موجود في ماتشات كبيره ويظهر كويس بشكل كويس. لكن انت مش مطور التحكيم بشكل كويس، مش مطور العناصر بشكل كبير جدا التحكيميه. انت الحكام بتوعك بيسافروا دلوقتي الدوري التونسي وبيحكموا ماتشات في الدوري التونسي، شفنا كابتن بنا وامين عمر وكان اخرهم كمان الكابتن ابراهيم نور الدين، وبيقدموا اداء جيد في 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 مشهود له. لا يعني انت وهم شكروا في تونس بيقولوا بالظبط في شهر. فطب ليه احنا عندنا هنا في مصر هناك؟ بس هو انا في نفس الوقت انا لا اجد اخطاء زي اللي انا بشوفها في مباراه النهارده وامبارح واول صح. بشوفها بتحصل في الدوري التونسي مع حكام مصريين. يعني لو دي بيحسبها ركله جزاء على طول، لو كابتن ابراهيم اللي بيحكم كره هناك ما بين الترجي والصفاقسي مثلا هيحسب ركله جزاء. ليه؟ لانه مش فارق معاه ولا يعني لا لا أنا هو بغض النظر عن الميولات مش هيفلتر، هو مش يعني مش هيفلتر، ما فيش فلاتر، هو ياخد قرار لان الحاله بالنسبه له اسهل. لو الجمهور متقفل 100,000 حتى في تونس وفي المغرب بس هو مش مركز، هو عايز يحكم صح. ولكن انا هيفكر مين قال ايه بعده ومين قال ايه قبله ومين قال كذا وهطلع ارد ومين هيرد لي ومين مش عارف. فانت ما تقلبش المنظومه خالص، لا انت خلاص انت خدت قرار جيد قبل كده انك التجربه دي دخلت مصر، كمل تجربتك ناجحه فاشله نص نص اي حاجه رتبتها صح، اترتبت صح ولو لمره. ارجوك ما بلاش يعني بلاش تلعب في السيتنجز دي تاني، يعني ادخل على طول. اخيرا في النقطه دي يا جمال، وانت من المغروزين جوه اتحاد كره، المهم يعني من الاخر عايز اسمع كلمه ماشي. هل هناك اتجاه ان كل ده بيحصل علشان في الاخر يقولك احنا ما لقيناش، احنا ما جبناش، اصل احنا الدولارات، اصله الراجل، اصله البرتغالي، اصل الاسباني، فاحنا هنجيب مصري؟ بص يا كابتن، انا هبقى واضح معاك. اللي انا احسمها بشكل نهائي هتبقى صعبه، لكن انا هقول لك اللي دار في اخر اجتماع، طب ليه ما نديش لحكم مصري؟ وهبقى صريح معاك اكتر بالاسماء. يعني هو مرشحين بنسبه كبيره للاسم الاكبر لو مصري هيبقى الكابتن سمير محمود عثمان يدير التحكيم المصري، ويكون معاه الكابتن محمد فاروق، واللجنه تستمر بشكل كبير جدا، والراجل برضه هيجي براحته. طيب اللي طرح الموضوع ده طبعا بعد اعضاء اتحاد الكوره، طب يا جماعه طب ايه اللي خلينا، طب احنا نكمل الموسم على اللي يجي يكمل الدور الثاني ويبقى معانا اتساع من الوقت عشان نختار حكم اجنبي. ولكن في بعض الاصوات داخل اتحاد الكوره وبعض الاصوات المؤثره داخل اتحاد الكوره المصري، الناس شايفه ان لابد ان التجربه تستمر، ان خلاص احنا قلنا ان احنا هنجيب خبير اجنبي ثاني وهيستمر، وان هو ما بيبقاش مركز مع الضغوط، وان هو ما بيبقاش خلصت. دايما طالع خلصت؟ طيب في اتجاه يا كابتن، اكيد في اتجاه، ابقى صريح، اكيد في اتجاه. انا بس محتاج افهم اكيد في اتجاه بنسبه كامل الاتجاه. خلينا اقولها دلوقتي حالا 50-50. لا يا راجل، لو عرفوا يوصلوا وصلت للدرجه دي، لو عرفوا يوصلوا لحد، لان يا كابتن برضه خلي بالك الاصوات يمكن متقاربه، هم لو عرفوا يوصلوا لحد وخلصوا، هو بالظبط ده اللي اتقال، لو عرفنا نخلص خلاص ما عندناش مشكله. يعني ايه لو عرفنا نخلص؟ ما انا هعرف اخلص. القرار ده خطير، انا لو عايز اخلص ما انا هخلص بالزبط. لكن انا لو مش عايز اخلص، بس هو القرار ده لو اتخذ، القرار ده لو اتخذ خطير من ناحيتين والله يا كابتن، لانه بس كمان مش قرار بس كابتن بس فعلا في تفوق. قرار المصري لو اتخذ قرار بان رئيس لجنه التحكيم في ما تبقى من الموسم يكون مصري، خطير من ناحيتين بغض النظر عن كل اللي احنا اتكلمنا فيه. خطير اولا انه لا يخفى على احد، وده مش احنا اللي بنقوله، ان الحكام نفسهم يعني الحكام القدامى والحديثين والجيل اللي طالع، حتى تجربه مارك كلاتنبرج نفسها محل خلاف بين الـ بين بين الـ بين, الـ بين منظومه التحكيم المصري، لا التحكيم التحكيم. فانت ما تجيش واحد مصري وتقول له ايه كمل على كلاتنبرج، التاني على طول هيقول لك ليه انا مش معجب بالتجربه، وحتى يقول له انا معجب بيه. ما هو لسه النهارده مثلا بما انك قلت على كابتن سمير عثمان، كابتن سمير عثمان انتقد اداء كابتن ابراهيم او شاف ان هو لم يحتسب ركله جزاء كان يجب ان يحتسبها، واحتسب ركله جزاء ما كان يجب ان هو يحتسبها. كابتن سمير كان متحمس لتجربه مستر كلاتنبرج، وكابتن جهاد جريشه نفس الكلام،
كابتن الشناوي نفس الكلام، كابتن مش عارف مين نفس الكلام. النقطة الثانية الخطيرة بس ممكن أكملها، النقطة الثانية الخطيرة برضو إنه لو تم تعيين المصري او لا يخفى على احد الاسماء اللي جوه الاتحاد اللي مش عايزه تجربه اللي عايزه تجربه الاجنبي تتم، هيبقى لتاني مره اراده الناس دي جوه اتحاد الكوره محل شك، واحنا هنا مش عايزين حتى في السياق الجديد اللي احنا بنتحرك فيه كلنا مش عايزين انه يبقى في اي اختلافات جوه اتحاد الكوره. تمام يعني خلاص اختلفوا الاختلاف العادي، بس ما تصدرليش من البدايه ان في مشكله وطالب ايه يعني تقول تعامى عنها او ما تتكلم، لا مش ده مش ده المطلوب، احنا عايزين التجربه السليمه تمشي مظبوطه وبس من غير اي افتعال انت وعدت والناس كلها مستنيه التنفيذ بس كده. طيب الموضوع لحد دلوقتي قائم، والموضوع لحد دلوقتي في تفاوض مع ثلاث خبراء، ده اكيد ده دي خلاص معلومه مؤكده. يا جمال بس انا ممكن اقول لك حاجه قبل ما تكمل كلامك في هذه النقطه تحديدا، انا لو عايز اخلص هخلص، اتفق. لو مش عايز اخلص لو مش عايز اخلص هقعد اقول لك انا بتفاوض، وفعلا انا بتفاوض. ما انا بكلم محمد جمال، ازيك يا محمد اخبارك ايه؟ تيجي تشتغل معانا في قناه الاهلي؟ هتقول لي اه اجي اشتغل معاك. طب خلاص هكلمك بكره، واقفل. واكلمك بعد اسبوع، اه يا محمد تيجي تشتغل معانا؟ واقفل. تيجي تشتغل معانا؟ وبعدين طيب يا محمد انت عايز كام؟ انا عايز 10 جنيه. لا انا هديك جنيه. هيقول لك لا طبعا، من 10 جنيه لجنيه. بالظبط. لكن انا ممكن اقول له لا 10، طب خليها 7، طب خليها 8، طب خليها رينج. نوصل لرينج معين بما انك كنت بتدفعه فتوصل لحل بسرعه. لكن ان انا اتفاوض واسيب التفاوض يصل لهذا الوقت، انا قلت ان التفاوض 48 ساعه، استغربت من الـ من من ان الوقت قليل يعني. جدا من ضيق الوقت، ولكن بعد كده اسبوع تاني شهر تالت داخلين في شهر ولم يحدث اي شيء. يعني نتمنى ان القرارات، وبالتالي هي مسار شك كبير جدا، كبير جدا. نتمنى ان القرارات اللي حصلت اليومين اللي فاتوا تكون، اتمنى كانت تبقى تستمر يعني لا يعني الملف ده كمان يحسم يحسم برضه. انا كنت مستني يحسم عشان اقول ايه كل حاجه ماشيه الحمد لله، تحركنا خطوه هائله للامام في كل الملفات، ما كناش هننكر ده صراحه. بس كنت اقول لك حاجه قبل ما نختم حته ان شاء الله الكوره بمناسبه المنتخب المحليين، كنا اتكلمنا فيها مع بعض قبل كده ان دي دايما بطوله مميزه ليه اتحاد الكوره مش موجود فينا المنتخب. اتكلمت برضه في الموضوع ده، فيتوريا اتدخل وضايق جدا، طب احنا ما عندناش منتخب، طب احنا ممكن نلعبه حتى بلعيبه الدرجه الثانيه ويبقوا موجودين في الدوري في بطوله افريقيا المحليين ويطلع لنا لعيبه. طيب بما اننا بنتكلم عن المنتخبات لان وقتنا بينتهي، منتخب الشباب، منتخب الشباب برضو ويعني المسانده القليله جدا لهذا المنتخب. طبعا كابتن لعب ماتشين، لعب ماتشين وديين كان اخرهم ماتشين وديين بالعافيه، ما اعرفش انت عارف عارفين القصه طبعا. كانت صعبه جدا طبعا، كان صعبه جدا في الاتفاقات، وانتظروا لحد وصول بعض المنتخبات اللي هتلعب في بطوله امم، جابوهم بدري زي جنوب السودان واوغندا، وجم ولعبوا طبعا المباراتين مع منتخب مصر. كابتن محمود جابر فضل ان المباراتين ما يكونوش مذاعين في الاعلام عشان يبقى فرد السريه. طبعا فاز في المباراه الاولى 1-0 عبد الرحمن رشدان، والنهارده تعادل 1-1. كان محمود مرسي اللي سجل جول منتخب مصر. بشوف يا كابتن ان لعيبه منتخب مصر للشباب لعيبه كويسه، بالضمان كمان بلال مظهر لاعب باناثينايكوس اليوناني لعيب كويس جدا، هداف شامبيونز ليج، هداف شامبيونز ليج بالظبط. وعندك ايشو، عندك لعيبه كويسه، عبد الرحمن رشدان وكريم الدبيس لعيب النادي الاهلي، عندك احمد نادر السيد لعيبه كويسه موجوده في المنتخب ده في الجيل ده. اتمنى من كل قلبي مصطفى محروف بالظبط الحارس ما يتاثروش بال هقول لك ازاي بالحاله اللي هتبقى موجوده في البطوله. انت في مجموعه قويه جدا، مجموعه صعبه، مجموعه فيها سنغال ونيجيريا وموزمبيق، طبعا بيصعد اثنين وفي افضل ثالث كمان من ثلاث مجموعات. مش عايز الموضوع يوصل للعيبه انها سهله وان احنا كده كده هنوصل سواء اول او ثاني، او مش عايز دي توصل. واتمنى ان تحقيق الهدف الاولاني، انت لو ما وصلتش اول وثاني وثالث دي تبقى مصيبه، تبقى مصيبه، تبقى مصيبه. كاس عالم هتوديك اولمبيكس وهديك كاس عالم، كاس عالم للشباب في اندونيسيا، مش بس بطوله افريقيا بالظبط. احنا عايزين نوصل على الاقل الهدف الاولاني بالتاهل، نوصل كاس العالم صح. بعد كده نفكر في البطوله. البطوله كده كده هتكون في مصر، كده كده هتكون في ارضك، انت تقدر تكسب ان شاء الله، الجماهير تحضر. بس انا بقول رساله لا، وبعد البطوله ان شاء الله ووصولنا يبقى لينا كلام تاني خالص بالظبط. استعدادات مختلفه يا كابتن. نعم لازم استعدادات مختلفه، لازم استعدادات مختلفه مجيلة. ولازم هي الكره بتبدا من حاجات كتيره مختلفه، هي بتبدا المفروض من جيل تاني لا بس ده اخر مفرزه قبل المنتخب الاول. حاجات كتيره جدا يجب ان تختلف، ما تزعلش مني يعني كابتن. الجيل بتاع حضرتك دايما ليه الناس بتشيد بيه؟ الجيل بتاعك دايما كان موجود من منتخبات الشباب ناشئين واولمبي لحد المنتخب الاول. احنا المنتخب الاولمبي خسرنا من نيجيريا 3-2 في نيجيريا، وهنا 1-0 او واحد، تعادلنا 1-1 هنا، وهو ده السبب كان الرئيسي في ان احنا نخرج. تعادلنا 1-1 هنا. عارف نيجيريا لما راحت الاولمبيكس عملت ايه؟ كسبت الاولمبيكس، كسبتها الميداليه الذهبيه. ايوه خدتها. كسبت. مش مثلا كسبت اللي هي مثلا ايه ميداليه فضيه ولا كوشه كانوا كوشه وكانوا الجيل اللي كنا هناك في نيجيريا 3-2 اتغلبنا، وهنا 1-1
وهنا 1-1 وخطا تامر مصطفى اللي هو المدير الفني للنادي الاهلي. ابراهيم سعيد بقى لا 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 ابراهيم احنا اكبر من الجيل. احنا الجيل ده كان حازم امام وعبد السلطان صبري وهشام حنفي ومصطفى كمال وعصام الحضري وعمار 95 نعم ده الاولمبي 95 منتخب 95 كنا خدنا او خدنا بعديها بطوله الالعاب الافريقيه في زيمبابوي. كنتوا معروفين يا كابتن للناس. انا قصدي اقول لك ان الجيل ده بعد كده بقى هو نجوم الفرق ومنتخب الاول. لو لما طلعت بقى منتخب اول انت لاعب مع الناس دي 50 60 ماتش دولي حقيقي. بالظبط كده. خلي عندك هو ده اللي انا نفسي اشوفه. انا مش عارف اشوف الكلام ده لغايه دلوقتي. لا وترجع تاني تشتكي اللاعب عنده 28 29 سنه وبعدين ملوش خبره دوليه وكرول خدنا وراء طلع كاس هو مسك المنتخب الاول. لكن انت تفكيره فيكم انتوا فتفكيره فينا احنا فجاب اللعيبه دي كلها فعمل جيل جديد وعمل جيل جديد فاز ب 98 او معظمه طبعا فاز ب 98 بعد كده جيل الكابتن شوقي غريب حسن واستمراريه هو ده اللي انا بتكلم فيه. ده التخطيط صح. هو ده التخطيط مش التخطيط ان انت يبقى بتفكر في مباراه او كاس امم افريقيا. لا انت بتفكر ان الجيل ده كل لعيبته دلوقتي احنا عشان مختصين في الرياضه فعارفينهم وعارفينهم كويسين لكن انا عايزه الناس تعرفهم الناس تبقى عارفه الناس بالظبط كده. انت لو سالت اي حد عن 3 4 لعيبه طب مين اللعيبه اللي ما جاتش ده لعيبه كويسه جدا في منتخب الشباب. وده انا بقول لك هو ده يعني ده الملف الاكبر بالنسبه لي. ولكن ان شاء الله بعد نهايه البطوله لانه يجب ان يكون هناك حساب ولازم لانه كان اللعيبه اللي موجوده دي لو كانت جت ما اعرفش ما جتش ليه لو كانت جت كان هيبقى الوضع. كابتن محمود جابر تلعب على الموضوع ده. كابتن محمود جابر بيعلق زي ما هو عايز طبعا. بس انا برضو بوجه له رساله انه هو بيطالب اكيد بدعم الجماهير انها تكون موجوده في البطوله وده اللي احنا بندعم بيه. بس لازم ان انت مش عارف اقولها ازاي بس انت تكسب في اول مباراه زي منتخب اولمبي ما عمل مع كابتن شوقي. طيب. في كره افريقيا مكسبك اللي جاب لك الجماهير في المباريات. الجماهير دايما عايزه تحس ان انت الله ينور عليك بتدافع عن منتخب مصر عشان لا والاسماء دي تتعرف. طيب اخيرا برضو يا مجدي رايك في نادي الهلال السوداني؟ الهلال السوداني لا وحابب اتكلم الوقت بس لا الهلال السوداني نادي داخل يعني ارجو عدم تقليل منه نهائيا في مساله الفنيات يعني طبعا الجانب جانب الود والمحبه واخوه النيل وكل ده طبعا على راسنا كلنا. ولكن من الناحيه الفنيه الهلال السوداني عمل كل شيء عشان ياخد افريقيا كلها السنه دي يعني بجد يعني هو الطموح ان هو يتوج دوري ابطال افريقيا يعني بنتكلم من الصيف اللي فات للصيف ده هو جاب فلوراء بنيجي اللي وصل نهائي دوري ابطال افريقيا فيتا كلوب وصل نهائي افريقيا كونفدراليه واخد 3 دوري كونغولي واخد كاس سوبر كونغولي واخد كاس سوبر افريقي وفيتا كلوب بتجربه فيتا كلوب اخر 10 سنين ودرب وخد بيهم وصفه كاس امم افريقيا محليين فهو مدرب محترم جدا ماشي على خط على ايه على خطى موسيماني في انه المدرب الافريقي اللي عايز يستحوذ على القاره او الفكره دي عموما ليه تجربه مع نهضه بركان في المغرب فشلت السنه اللي فاتت او يعني ما وفقش فيها ولكن هو من مدرسه المدربين مش زي موسيماني اللي هو ايه يهدي الضغوط ويدي الخصم شويه برستيج لا هو حتى التصريحات اللي اتقالت قبل ماتش عن ماتش الاهلي بعد ماتش سان داونز كانت تصريحات تدل لك ان هو مشحون جدا او ان هو عايز يكسب احمد لانه لعب ماتش سان داونز كويس جدا خسران من سان داونز 1-0 وده اللي انا بقوله بقى بالظبط وبعدين عنده كان هايل واللعب والهجمه اللي استقبلها من لعب مفتوح هي الوحيده اللي جت في جون بقيه الماتش كان منظم جدا. الهلال السوداني جايب في الصيف 11 لعيب. الهلال السوداني حاليا عنده 12 لعيب اجنبي في قائمته 12 لعيب اجنبي منهم 5-6 دوليين في منتخبات بلادهم بنتكلم سنغال بنتكلم كوت ديفوار بنتكلم ملاوي بنتكلم ملاوي عنده جيرالد فيري لاعب ملاوي لعب 50 ماتش دولي ليه 10 اهداف لعب خط نص كويس. السودانيين اللي موجودين سودانيين تقال في المنتخب قطر الطاهر يمين فارس عبد الله ناحيه الشمال ابو 20 حارس مرمى الاساسي المنتخب السودان في المرمى فوات سابقه كان معاهم اللي هو الشعلة وليد الشعلة فاعتقد انه لا ما نستهونش الماتش ده خالص. احنا الاهلي عموما محتاج ان هو انا محتاج على الاقل اشوف انه الاهلي بقى بيسافر السودان وبيكسب لان الرقم ده من الارقام القليله اللي الاهلي ما حققهاش لحد دلوقتي. يا ريت نفتتح مشوارنا في البطوله بشكل مريح لان القصه كلها في اسبوع التريب في الموضوع انه اسبوع واحد ممكن لا قدر الله يحصل حاجه او ان شاء الله نحسم كل حاجه فهي دي النقطه. اسبوع هتسافر في السودان وهترجع في الدوري وسان داونز بتاع ما تخسرش حاجه من الست نقط. انا بقدر ان الماتش بتاع مصر والماتش بتاع السودان لو خدنا ست نقط هنريح نفسنا لان داخلين ضغط كتير جدا 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 لحد النص الاخير من مارس تقريبا فاحنا عندنا ضغط ماتشات كبير جدا علشان مستر كولر كمان يعرف يدور براحته ويعرف لو لا قدر الله حصل تعثر في الدوري ما يبقاش تعثر كارثي بهزيمه او لا قدر الله او تعادل او اي حاجه تبقى الامور في نصابها. فبدايه ده كله في ام درمان في الماتش ده
هتفرق يا كابتن طبعا. مباراه تبقى صعبه جدا. فريق الهلال فريق قوي جدا، فريق عنده عناصر تقدر انها تشكل اكيد خطوره سواء بره ارضها او حتى على ارضها. لعبوا ماتش كبير جدا قدام صن داونز، واللي اتفرج على المباراه يعرف قد ايه هم فريق محترم. النادي الاهلي هيبقى مجهد اكيد الفتره الجايه. النادي الاهلي عنده ضغط مباراه بشكل كبير جدا كل 3 ايام مباراه. انت هتلعب في السودان ثم هترجع على طول على اسوان تلعب مباراه في الدوري، بعد كده عندك ماتش صن داونز، عندك بعد كده مباراه زي القطن، وعندك في النص الداخليه والاتحاد ومقاولين. لا يا كابتن عادل ماتشات كبير جدا، الله يكون في عون الجهاز الفني بقياده مارسيل كولر. بس انا عاجبني فيه ان هو راجل بيدور وعنده دايما سيست التدوير عشان يحاول على قد ما يقدر يحد من قصه الاصابات اللي يعني قدر الله. بصراحه يعني رب يعني ان شاء الله ما نحسدش، بس ده انا ما دخلناش نص فبراير ابدا من 5-6 سنين واحنا ما عندناش القوام الحمد لله رب العالمين. تفتكر يا كابتن بتوصل لمرحله كبيره جدا دايما بيبقى فيه نواقص كتيره جدا دلوقتي، فده يحسب ان شاء الله لك. فاتفق يا كابتن احنا فعلا نقدر نحسب ان شاء الله المجموعه من اول مباراتين. ودايما يا كابتن انا يعني من اكتر الحاجات اللي بحبها في النادي الاهلي هو يعني انه دايما بياخد كل المباريات بشكل جدي بشكل كبير جدا، ودايما النادي الاهلي بيكون مركز في البدايه. دايما النادي الاهلي عارف ان البدايه الجيده هي اللي بتخليه دايما يوصل للنهايه، ودايما هو اللي موجود في الفاينل. النادي الاهلي هو دايما الرقم الصعب في افريقيا. دايما لما بنقعد نتكلم كل مسؤولين الهلال، انا اتواصلت معاهم خلال الفتره اللي فاتت عشان طبعا بيتكلموا على قوه النادي الاهلي وعلى عظمه النادي الاهلي، برده في نفس التوقيت دايما بيتكلموا معاك ان النادي الاهلي دايما بداياته جيده. ده اللي مخلي النادي الاهلي اخر 3 سنين موجود في فاينل دوري ابطال افريقيا، موجود في كاس عالم الانديه بشكل مشرف. فانا بشوف النادي الاهلي بدايته فعلا الحقيقيه الموسم ده بقى في حته تحقيق بطولات، عندك كاس وعندك دوري وعندك دوري الابطال من مباراه الهلال ان شاء الله. يا رب ربنا يكرمنا. انا بشكرك جدا يا جيمي على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكرك احمد على وجودك معانا، شكرا جزيلا. انا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وغدا حلقه جديده من البيت الكبير.